مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من أوضة اللبس. النهاردة كالعادة بنغطي أخبار النادي الأهلي بعد وصول البعثة إلى السودان، كمان عندنا مجموعة من الأخبار المهمة، والنهاردة عندنا فقرتين. في مدربين بتشتغل شغل فردي مع نجومنا، واحنا دايما بنحاول نجيب الجديد لحضراتكم. معانا الكابتن النهارده احمد جميل في الفقره الاولى، واحد من المدربين الرائعين اللي بتبذل مجهود كبير جدا وبيشتغل مع كل النجوم في النواقص. يعني على سبيل المثال مثلا نجمنا محمد شريف قبل كده في حلقته وهو موجود معانا كان الراجل بيشتغل على السلبيات اللي عنده، الجامب وازاي التحرك على الاولى والثانيه، بيشتغل شغل فردي وبعلم النادي. فهنا اللاعب بيشتغل على النواقص اللي عنده. مين بقى المدرب الرائع ده اللي النجوم الكتير بتشتغل معاه؟ وحوريكم فيديوهات النهارده وهو موجود معانا في الفقره الاولى، ونشوف ليه اختار الشغل البرايفت ده لنجومنا. كل ده هنعرفه مع ضيفنا او المدرب الرائع الكابتن احمد جميل، متخصص في تكمله الفنيات اللي موجوده او النواقص اللي عند نجومنا اللي موجوده في الانديه الكبيره. في البعض يسال طب النواقص دي النادي ما يعملهاش، في لعيب يبقى عايز يشتغل على نفسه، عايز يضيف لنفسه حاجات كتير جدا. فده برضو كويس، زي ما نصحنا لاعبين كتير اللي انت لازم النهارده بتتحمل مسؤوليه اهلي زمالك منتخب مصر كل الانديه. انا النهارده عندي منافسات كتير، فبنشتغل شغل جماعي وشغل فردي، بس عايز ازود من نفسي ومن غير احمال تدريبيه كبيره. هو الكابتن احمد جميل متخصص في الموضوع ده، شخصيه محترمه جدا، مش عايز الحلقه دي تفوتكم لان الراجل بيشتغل بالعلم، بيشتغل بجد على النواقص ويقدر ازاي يزود اللاعبين. وشفنا شغله مع محمد شريف، وعندنا العاب كتير جدا كان في تحركات ممكن تكون غلط او اللاعب عنده تقصير بدني فيها، الكابتن احمد جميل بيقدر يشتغل معاه مره واثنين وثلاثه واربعه ويحفظه، فبينقل المستوى او النواقص اللي عندك بمنتهى السرعه، وده مهم جدا. الفقره الثانيه النهارده بنخصص اوضه اللبس في قضيه بالنسبه لنا مهمه جدا جدا، اللي هي نادي الاسماعيلي. النادي الغالي علينا كلنا، نادي جماهيري موقفه صعب، ثلاث نقاط، ضم 11 لاعب. هتكلم في قصه الاسماعيلي النهارده باستفاضه، وعملنا تقارير وعملنا تقرير مع الجماهير من اسماعيليه لان النتائج صعبه، واحنا كلنا ما نقدرش نتخيل يخلص الدوري ونقول الاسماعيلي هبط. ايه اسباب كل ده؟ ايه اسباب كل ده؟ اكيد هنشرح لحضراتكم بكل امانه. مين موجود معانا يتكلم عن جماهير نادي الاسماعيلي وعن نجوم نادي الاسماعيلي وعن تاريخ نادي الاسماعيلي؟ كابتن سيد بازوكا، واحد من الشخصيات اللي بتقول كلمه الحق في الوقت ده، لازم نناقش بمنتهى القوه بعد كمان هزيمه الاسماعيلي النهارده امام بيراميدز ويتصعب موقفه اكتر واكتر واكتر. نروح لنادي الاهلي وصول البعثه النهارده، وبطمنكم على البعثه بالكامل. خليني استعرض في البدايه قائمه النادي الاهلي اللي مسافره. حراسه المرمى علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، خط الدفاع رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني، كريم فؤاد، علي معلول، محمود وحيد، خط الوسط عمرو السوليه، محمد محمود، حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد مجدي، افشه، حسين الشحات، لويس مكسوني، طاهر محمد طاهر، احمد عبد القادر، خط الهجوم محمد شريف وحسام حسن. لما نبص في القايمه نلاقي في لعيب مهم غايب بعيد عن المصابين، مش هتكلم على محمد الشناوي، مش هتكلم على بيرسيتاو، ومش هتكلم على مجموعه المصابين كلها، لكن بنتكلم على لاعب مهم جدا في النادي الاهلي ومعشوق الجماهير ومعشوق مصر كلها، اخلاق، لاعب محترم اللي هو وليد سليمان. النهارده وليد سليمان مش موجود في القايمه مع النادي الاهلي، اعلن اعتزاله بس قال لك بنهايه السيزون لازم استغل خبراته كلها، لازم يبقى موجود وسط الفرقه، وكمان عمل بطوله كاس العالم بشكل كويس جدا. الماتشات اللي نزل فيها كان مؤثر، الماتشات اللي لعبها كان مستواه طيب جدا، فبالتالي لازم يبقى عندك الخبرات موجوده، حتى الاجيال وهي طالعه تتعلم من اللعيبه دي. اللعيبه دي صنعت تاريخ كبير جدا لناديها ولنفسها، ف
بصراحة علامة استفهام على استبعاد وليد سليمان، لكن في الأول وفي الآخر هي وجهة نظر تحترم، احنا بيبقى لينا تعليق لبعض الأمور، لكن ده اعتبروه نقد بناء، لكن في الأول وفي الآخر احنا طبعا مساندين وداعمين للنادي الأهلي وداعمين المدير الفني في أي اختيارات يختارها، وكمان لكل الأندية المصرية زي ما قلت لحضراتكم كالعادة. فدي قائمة النادي الأهلي اللي موجودة، مباراة مهمة جدا، ضربة البداية أمام الهلال السوداني، والماتش حتى اللحظة دي رسميا بدون جماهير. الماتش كان اتقال 15,000، اتقال 10,000. المباراة الساعة 4 عصرا على ملعب الجوهرة السوداء، ودي مباراة الزرقاء، دي مباراة مهمة جدا جدا جدا، خصوصا اللي احيانا النادي الاهلي بيروح يلعب الاجواء هناك صعبة، ما بيقدرش يحقق الـ3 نقاط، لكن ضربة البداية مهمة ليه؟ اما اجيب بطولة او اجيب تالت عالم، فبالتالي بيبقى طموح الجماهير بيزيد معاك، والبطولة افريقيا مؤهلة لكأس العالم للأندية عشان تروح تاني وتالت ورابع وعاشر، فبالتالي لازم التركيز في البداية، ضربة البداية مهمة. زي ما قلنا نادي الزمالك ما ينفعش مباراة على ارضك نقول يا ريت زي السنة اللي فاتت، ويا ريت كنا كسبنا الترجي المباراة اللي كانت في مصر، يا ريت ما كسبنا المولودية، يا ريت ماتش السنغال اللي كان سهل ما كنتش اتعادلت فيه واحدة، الزمالك ضيع فيها اكتر من 30 فرصة في مباراة. فبالتالي النادي الاهلي برضه ضربة البداية ومثل مصر، لازم ضربة البداية تبقى قوية جدا، بنثق دايما في لعيبة الاهلي الرجالة والمدير الفني اللي هو بيتعامل في المباريات الكبيرة بشكل كويس جدا جدا جدا. معانا صور من الملعب، ملعب الجوهرة الزرقاء، ده الملعب ده انا لعبت فيه، بس اتطور بقى بشكل كبير جدا جدا، حصل تعديلات وإضاءة وكراسي والكلام ده كله. ربنا يوفق النادي الاهلي في المباراة دي، المباراة الساعة 3 العصر، الاجواء هناك بيبقى حارة يوم الجمعة القادم ان شاء الله. ربنا يا رب ينصر الاهلي وينصر الزمالك، عايزين فرقنا ضرب يقدموا في افريقيا والبيراميدز المصري يقدموا مستويات طيبه جدا. ليه؟ علشان عندنا الحلم خلال ايام منتخبنا الوطني هيلعب مباراتين امام المنتخب السنغالي، فالنهارده لما لعبت النادي الاهلي يبقى فيه نشوه انتصار، لعبت الزمالك نفس الموضوع، بيراميدز المصري القاعده تبقى موجوده، كروش بقى يبقى عنده مساحه اكتر من لعيبه ويقدر يجهز اكتر واكتر لكل سواء لفرقنا او كمان لمنتخبنا الوطني. ربنا يا رب ينصرهم، انديتنا اللي بتمثلنا كلنا، والتركيز مهم جدا في المباراه، وازاي تتعامل في المباراه خارج الارض، والنادي الاهلي عنده من الخبرات اللي تقدر تحسم المباراه خارج الارض، ونادي الزمالك ايضا لازم بعد التعادل على ارضه لازم يرجع بال3 نقاط، واللعيبه تبذل مجهود كبير جدا وتتحمل مسؤولياتها، ده مهم جدا جدا في البدايه. كمان كان في تقرير مع الساده الصحفيين عن حظوظ الفرق المصريه في بطولات افريقيا السنه دي، سواء الكونفدراليه او سواء دوري ابطال افريقيا، اهلي زمالك بقى بيراميدز مصري. خلينا نروح نشوف في البدايه كده، النهارده الحلقه رتمها سريع شويه عشان عندنا كمان فقرتين، فخلينا نروح نشوف اراء النقاد الرياضيين قالوا ايه عن الفرق المشاركه في بطولات افريقيا، ونرجع لحضراتكم. افريقيا طبعا السنه دي واحد من البطولات طبعا اكيد الصعبه للغايه، شفنا بدايه نادي الزمالك، يعني النادي الاهلي لسه ما بداش البطوله عشان كان بيلعب في مونديال الانديه، نادي الزمالك كان طبعا كان بدايته بدايه متواضعه للغايه قدام بترو اتلتيكو والتعادل في القاهره، اكيد خسر قطتين وبالتالي هو مطالب دلوقتي بالتعويض خارج الارض. النادي الاهلي طبعا عنده مواجهه هيبدا مشواره في السودان يوم الجمعه الجايه، مباراه صعبه جدا جدا قدام الهلال السوداني، اكيد عارف اول مباراه
للنادي الاهلي بعد المونديال، المنافس بيبقى داخل بكامل يعني قوته المعنويه والبدنيه، طبعا بيلاعب ثالث العالم، فاتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يتفادى الاخطاء بقى اللي احنا وقعنا فيها في مباراه سيمبا السنه اللي فاتت لما خلصنا مونديال قطر وخدنا برونزيه ورحنا لعبنا سيمبا واتغلبنا، فاتمنى ان شاء الله الاهلي يحاول يتفادى هذا الامر يوم الجمعه. والله الاهلي طبعا جاي بدفع معنويه كبيره جدا، لكن مباراه الهلال السوداني مع الاهلي هتبقى مباراه صعبه جدا. دايما الفرق المصريه بنقول مش بتعاني بس بتجد صعوبه شويه في الملاعب السودانيه، فريق الهلال برضو فريق كبير ليه طموحات، فوز الاهلي ببرونزيه مونديال الانديه هتخلي الفريق السوداني اكثر تركيزا وحرصا، وده باين من تصريحات مسؤوليه او المدير الفني. بالنسبه لنادي الزمالك طبعا امامه تحدي كبير جدا، خصوصا البدايه مخيبه للموسم الثاني على التوالي، لكن اعتقد ان خبرات الزمالك قادره ان هي تعدي الفريق ساجرادا الانجولي. ان انا تابعت المباراه الاولى ضد الوداد، فريق متواضع جدا، والزمالك سبق ان هو كسب توسكا الكيني في الدور التمهيدي، والزمالك قادر ان هو يحقق نتيجه ايجابيه في انجولا. اما بالنسبه لبيراميدز والمصري، بيراميدز برده نفس القصه، معاه لعيبه خبرات كبيره، اهلي زمالك لعيبه لعبت مباريات كبيره سواء في كاس الامم او حتى منهم اللي لعب كاس عالم، فاعتقد ان هو مرشح بشكل كبير جدا ان هو يتاهل للدور الثاني بسهوله. فريق المصري قدم مباراه كيده مع القطن الكاميروني، برده فريق ليه خبرات اخر 5 مواسم حاضر دايما، فاعتقد برده ان فرص المصري وبيراميدز قائمه بقوه في التاهل. بدايه الزمالك كانت مهزوزه، ما كانش احسن حاجه، تقريبا بنتفرج على ماتش مولوديه الجزائر السنه اللي فاتت بنفس الطريقه، بالفريق الفريق بيهدر فرص كتير جدا، زاد طبعا من المشاكل دي الهزيمه امام سموحه في الدوري. اعتقد ماتشين الجايين، ماتش سجرادة وماتش الوداد المغربي، هيكونوا حاسمين بالنسبه للزمالك. الاهلي طبعا انطلاقته بعد كاس عالم الانديه هتفرق كتير قوي في شكل المجموعه، لو قدر ان هو يعمل فوز او تعادل حتى مع الهلال ويفوز على صن داونز هنا في مصر، اعتقد هيبقى ماشي كويس في المجموعه دي. يمكن المصري وبيراميدز عندهم افضليه، لان البيراميدز بيلعب مباراه كبيره برضه قدام اهلي طرابلس وعنده استقرار لاول مره من فتره، بخلاف ان بيراميدز عنده لعيبه صاحبه خبره، المصري عنده مدرب عارف يعني ايه بطولات افريقيا معين الشعباني فيقدر يتعامل مع البطولات دي. طبعا ده نجاح كبير للكره المصريه، الاهلي والزمالك مسيطرين على دوري ابطال افريقيا، هم اصحاب العدد الاكبر من الفوز بالبطولات القاريه، معاهم حتى بيراميدز في الفتره الاخيره بنشوف بيراميدز بيوصل للادوار النهائيه في البطوله الكونفدراليه، فده نجاح للكره المصريه وانعكاس للتطور الكبير اللي بتعيشه الكره المصريه اللي هي يعتبر افضل كره سواء في المنطقه العربيه او في قاره افريقيا. الاهلي والزمالك في دوري الابطال طبعا حظوظهم كبيره جدا، خصوصا الاهلي اللي حامل اللقب مرتين، صاحب الرقم القياسي في عدد الفوز بالبطوله، الزمالك عنده بعض المشاكل لكن يمتلك من الخبرات اللي بتمكنه من عبور مثل هذه المواقف، فان شاء الله بالتوفيق لفرساننا الاربعه. كلام مهم جدا من نقادنا الرياضيين. ربنا تاني ربنا يوفق فرقنا لمشاركة في البطولات الأفريقية، أهلي زمالك بيراميدز مصري، ربنا يا رب يوفقهم. كمان عايز أتكلم سريعا عن نتائج الدوري النهاردة، كان في 3 ماتشات جامدين جدا النهاردة. بنتكلم بيراميدز يفوز على الإسماعيلي بهدف للا شيء، أحرز الهدف أحمد سامي. فاركو بيكسب انبي في مفاجأة النهاردة من وجهة نظري في اسكندرية 1-0 احمد مودي من ضرب الجزاء، وفي المباراة دي كابتن حلمي طولان حصل له اصابة فيها وفي اشتباه في رباط صليبي. كابتن حلمي طولان الف الف سلامة عليك كابتن حلمي، واحد من المدربين المخضرمين المدربين المحترمين الكابتن حلمي طولان. فيوتشر وايسترن كومباني، فيوتشر بيفوز 2-0، احرز الاهداف ناصر ماهر وكمان محمد فاروق. ناصر ماهر كان في النادي الاهلي، ومن قبلها كان من الاهلي لسموحه، راح وتالق بشكل كبير جدا جدا. رجع الاهلي مفيش الكيمياء، مفيش التركيز، مفيش الروح، انا بتكلم بمنتهى الامان. راح فيوتشر بيتالق النهارده بيجيب هدف عالمي ناصر ماهر، فهو كميته مش في الاهلي، ده وجهه ناصر. كمان يعني جاب هدف وجاب عمل اسيست لمحمد فاروق وناصر ماهر، هو توفيق بيجيله وهو مش موجود مع النادي، عشان الجماهير دايما كانت بتطالب اللي هو يلعب، فرصه كانت قليله في اللعب مع النادي الاهلي في الاهلي، لكن لما بيروح اي فرقه تانية بيتالق وبيظهر بشكل كويس. اتمنى اللي يحافظ على مستواه بشكل كبير جدا. كمان معانا بكره اكرم توفيق كان معانا في مداخله،
وتأكد خلاص عرفنا من أكرم اللي بكرة إن شاء الله مسافر قطر، هيكمل العلاج بتاعه والبرنامج بتاعه، خصوصا لحضراتكم عارفين اللي هو لسه عامل العملية فيبتدي التأهيل، فدايما هنتابع معاه لأنه واحد من اللاعبين الرجالة جدا. أهم حاجة بس ما تستعجلش الإصابة، خد علاجك الطبيعي عشان ترجع لنا بألف سلام. كمان النادي الأهلي كان عامل مؤتمر مهم جدا، أنتوا عارفين النادي الأهلي في فرع ما شاء الله في الشيخ زايد، وفرع في مدينة نصر، وفرع جديد في التجمع الخامس، فالنادي الأهلي بيسوق بجدية. يعني الأستاذ طارق قنديل وهم في أبو ظبي ابتدى يعمل اجتماعات فيما يخص العضويات، وازاي تفتح العضويات ويبقى عندك ناس من الخليج موجودين. كمان النهارده النادي الاهلي في مؤتمر النهارده للتسويق لعضويات النادي الاهلي في للتجمع الخامس. خلينا نروح نشوف او معانا الصور النهارده، الكابتن محمود الخطيب من المؤتمر موجود وبيتكلم. اسم النادي الاهلي اسم كبير، الناس كلها جماهيره في كل مكان، محبينه في كل مكان، والكل بيحاول طول الوقت يبقى موجود داخل النادي الاهلي وداخل جمعيته العموميه ويبقى ليه كلمه، وبيتشرف اللي هو اي اهلاوي يبقى موجود ومع عضويه النادي الاهلي. كمان معانا في الشاشه المدير التنفيذي للنادي الاهلي الاستاذ سعد شلبي، واحد من الشخصيات ايضا المحترمه جدا. النادي الاهلي دايما بيتفكر بره الصندوق عشان تدخل فلوس. يا جماعه هو ده اللي بقوله، عايز تدخل انتخابات، عايز تدير، لازم تفكر بره الصندوق، لازم تجيب موارد لناديك، لازم تتحرك في كل الاتجاهات بره وجوه. لازم خزنتك تبقى مليانه، لو عايز بطولات لازم عشان تعمل صفقات يبقى في فلوس. لازم عشان تاخد بطولات لازم يبقى في فريق قوي. يعني داخل لك من تالت العالم 2.5 مليون دولار. بطولة افريقيا 2.5 مليون دولار، ده كلام محترم. رجع لك بعد كده الغاء النقد بتاع مسك، فلوسه هترجع لك. فانت بالتالي لرمضان صبحي، فبالتالي لا، اما تتحرك في كل الاتجاهات هيبقى عندك تيم قوي في كل الالعاب اللي عندك اللي بتنافس، هيبقى خزنتك مليانه. فانا عاجبني الطريقه والاسلوب اللي بيدير بيها الكابتن محمود الخطيب اللي انا بحييه من خلال برنامج اوضه اللبس ومجلس ادارته بالكامل المحترمين على التحرك في جميع الاتجاهات. امبارح كنا عاملين حلقه للزمالك وكان معانا الاستاذ او اللواء مصطفى هدود نائب رئيس مجلس اداره النادي، والراجل اتكلم باستفاضه وقد ايه المعاناه اللي شافوها وقد ايه الورقه. النهارده حلقه للاسماعيلي، النادي الاهلي قبلها عاملين حلقات واحتفلنا بيه بيشرفنا. فبنحاول على قد ما نقدر الاسبوع اللي جاي حلقه ولا اروع مع محمد مسلحي، قيمه وقامه في اسكندريه. هنروح في كل المكان محمد مسلحي، كمان طالما جبنا السيره سيرته تيجي تلاقي الناس كلها تتكلم باحترام وبشياكه. الراجل بيتعامل مع الناس كلها بود وبحب وباحترام، عشان كده محبوب من كل الرياضيين الحاج محمد مسلحي. هنروح اسكندريه وهنعمل حلقات من اسكندريه النهارده. بذكركم عاملين النص التاني من الحلقة مع الكابتن سيد بازوكا، الواحد من أبناء الإسماعيلية المخلصين، الراجل كلمته قوية ما بيخافش، عارف المشاكل فين، عارف الحقيقة فين. خلينا نتكلم بقى، نحط إيدينا على قصة الإسماعيلي. وقبل ما أروح بقى للتقرير اللي معانا هتكلم في حاجة بسيطة أو تضايق بالنسبة لنا. خرج من الإسماعيلي شكري نجيب، وخرج من الإسماعيلي محمد صادق، اتنين جامدين جدا وبيصنعوا الفارق في الشق الهجومي. لما جاء إيهاب جلال السنة اللي فاتت خلى اللعيبة زي ما هي وضاف عليهم ثلاث عناصر وبقى في استقرار إداري وحقق نتائج طيبة جدا عشان مدير فني محترم. كان المفروض أجدد معاه من بدري لو أنا بحب الإسماعيلي، وهنا بعني المجلس السابق. طيب المجلس ده جاب 11 لاعب، عارفين كم لاعب شارك النهارده من 11؟ اتنين. عارفين كم واحد من 11 على الدكة؟ واحد. امال انا بعمل صفقات ليه؟ عشان ما يدخلوش ال 18 وفي الاخر نقول جبنا صفقات. هنناقش بكل قوة، الاسماعيلي عندنا غالي، الاسماعيلي هنقف في ظهره، ويتقال لك الاسماعيلي في اجتماع طارئ عشان المدير الفني يقعد ولا هيمشي. المشكلة هنا في تكاتف الجميع، المشكلة هنا سابق عايز يوقع في حالي وحالي عايز بيفكر افكار
ما تساعدش من وجهة نظري بشكل كبير. انا خلينا اتكلم بمنتهى الامانه، في جماهير بتأمننا مسؤوليه من الاخر، فمش هنقول غير اللي في مصلحه الاسماعيلي عشان يقوم، وعلى لعيبته لو نزلته درجه تانيه ده عار اللي انت تبقى اسمك من ضمن الناس اللي نزلت الاسماعيلي درجه تانيه. فكل لعيب يركز، كل لعيب يفوق، والجائزة الفنية اللي موجودة واللي بره واللي جوه الكل يقف على قلب رجل واحد. لو انتوا عايزين الاسماعيلي في مكانته، مش انا بقى قاعد عايز ده يقع عشان انا اجي. كفاية الثقافة دي قعدت سنين طويلة، ويمشي فلان ويجي فلان، دايرة سيركل. وانا عايز اتكلم بمنتهى الامانة من غير ما حد يزعل مني، انا متأمن امانة من جماهير اعلمها تماما من اسماعيلية. يمشي احمد قناوي، يجي احمد العجوز، يمشي العجوز، يجي اشرف خضر، يمشي اشرف خضر، يجي ايمن الجمل، نرجع تاني، يروح راجعين تاني، ايمن الجمل، احمد قناوي، مش عارف مين، المدرب ده انا عايز ده، واللاعب بره لو مش حابب ده يموت في ده. هنا دول ما لهمش علاقه، او مش دول سبب الاسماعيلي فيه. سبب حقيقي مجلس الاداره السابق اللي الكل كان بيخاف ينتقده. مجلس سابق واخد من الوزير على مسؤولية 40 مليون جنيه من سيادة الوزير عشان بيقف جنبهم ويدعم الاسماعيلي وتحاول تجيب صفقات وعشان الانشاءات، وفي الاخر ولا بجيب لعيبة تليق باسم الاسماعيلي ولا بصرف الفلوس في مكانها ولا في افكار اجيب فلوس. امال بتحاربوا ليه؟ ولما يجي حد تاني تقعدوا تحاربوا ليه؟ هو ده على ارض الواقع اللي موجود. فهنناقش مع كابتن سيد بازوكا النهارده، هنقول كلام من الاخر، وزي ما هنقول كلام من الاخر هنقول العلاج. لكن نروح لفقره التكريم، نجم لا ينسى، نشوف معانا مين ونرجع لحضراتكم. هبة رحلت مبكرا عن عالمنا، ورغم ذلك استطاع حفر اسمه بحروف من نور وأن يكون ضمن أفضل لاعبي جيله سواء مع فريقه أو منتخب بلاده. هو الساحر محمد حازم نجم الإسماعيلي الأسبق. محمد حازم محمد سعيد من مواليد محافظة الجيزة في 7 من يونيو من عام 1960. انضم في فريق تحت 11 عام 1972 في سنوات الهجرة، حيث كان النادي يخوض تدريباته في مركز شباب الجزيرة بالقاهرة، وكان أول من اكتشفه هو محمد عثمان مدرب مركز شباب الجزيرة، وكان صاحب الفضل عليه بعد الله عز وجل فيما وصل إليه من المستوى الفني، بينما الإنجليزي توماسون نجح في رفع لياقته البدنية. لعب 15 مباراة دولية ومثل مصر في بطولة البحر الأبيض المتوسط عام 83، حاصل على كأس الأمم الإفريقية عام 86 بالقاهرة. نجح في الحصول على لقب هداف الدوري العام في موسمين متتاليين أعوام 84 و85 برصيد 11 هدف في كل موسم، وتوفي في 11 من نوفمبر من عام 86 إثر حادث أليم على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي. بدأ حياته الكروية وهو في سن 11 عاما، حيث توجه برفقة أصدقائه بالمدرسة إلى اختبارات النادي الأهلي، ولكن فشل في الانضمام بسبب رأي المدربين أنه ضعيف الجسم،
وقاموا باستبعاده من الاختبارات الأولية، ولكن لم ييأس حيث اتجه إلى مركز شباب الجزيرة الذي كان يتدرب عليه الإسماعيلي في ذات التوقيت بسبب ظروف التهجير. أول مباراة رسمية يلعبها مع الإسماعيلي في مسابقة الدوري العام ضد السويس عام 1977 على ملعب الأخير، وبعدها بأسبوع نجح في تسجيل أولى أهدافه في مرمى ترسانة. وحصل محمد حازم على شارط قيادة الإسماعيلي موسم 80-81 ليصبح أصغر لاعب يقود فريقه في التاريخ، لتبدأ مرحلة نجوميته بعد أن شعر بالمسؤولية الكبيرة رغم صغر سنه. وفي موسمي 81-82 و82-83 أحرز 8 أهداف، وفي موسمي 84-85-85-86 استطاع أن يحصد لقب هداف الدوري العام برصيد 11 هدفا، ومن أفضل الهتافات التي كان يعشقها من جماهير الدرويش: يلا يا حازم صحي النايم وحط الكرة جوه الجون. وكانت آخر أهدافه في هذه المسابقة خلال مباراة فريقه أمام السويس، والذي يعد من أجمل أهدافه بعد أن راوغ جميع المدافعين قبل تسديدها في سقف الشبكة. انضم محمد حازم للمنتخبات الوطنية وعمره 20 عام فقط لصفوف المنتخب الوطني عام 1980، وذلك بناء على طلب الألماني هادر جوت، حيث شارك مع المنتخب في العديد من البطولات، في مقدمتها بطولتي كأس الأمم الإفريقية عامي 84-85، كما خاض ضمن صفوف منتخب الفراعنة ما يربو عن 15 مباراة دولية. ارتبط محمد حازم برقم 11 طوال حياته الشخصية والكروية، حيث كان يسكن في المنزل رقم 11 من شارع حسن بهجت بحي شبرا، وكان أعز أصدقائه بالإسماعيلي عماد سليمان الذي كان يرتدي رقم 11، وانضم إلى الإسماعيلي وهو يبلغ من العمر 11 عاما. حصل على لقب هداف الدوري العام مرتين برصيد 11 هدفا، وتوفي يوم 11 من شهر نوفمبر عام 1986، ولكنه ما يزال يسكن أرواح عشاق النادي الإسماعيلي بشكل خاص وجماهير الكرة المصرية بشكل عام. رحم الله محمد حازم وأسكنه فسيح جناتها. كان معنا في نجم لا ينسى الكابتن محمد حازم الله يرحمه، واحد من أساطير كرة القدم. أكيد الأجيال الصغيرة اللي موجودة معنا ما تعرفش مين الكابتن محمد حازم. كابتن محمد حازم لاعب مهاري، لاعب جامد جدا، كانت الكرة في رجليه تستمتع بس. علشان كده بنكرم النهارده في اوضه اللبس واحد من نجوم الدراويش اللي صنعوا تاريخ كبير جدا، واحد من امهر اللاعبين، الكابتن محمد حازم الله يرحمه. معاه مجموعه من الاخبار سريعه. بعد تعادل الاسكندري مع استرين كومباني، كابتن ابراهيم حسن مدير الكوره بيغرم كل لاعب 50,000 جنيه لسوء الاداء، وكان مباراه متوقع فيها فوز نادي الاتحاد، فالكابتن ابراهيم حسن كمدير كوره بينفذ اللائحه على لاعبته. كمان المحله بيدرس تقديم شكوى في حكم المباراه محمود عاشور. مش عايزين شكاوي، خلاص الحكم بشر، قلنا الكلام ده كتير، والاخطاء ما بتاثرش على النتيجه بشكل كبير. خلاص ما انت زي ما بتحط في تشكيلك لاعب ممكن ما يبقاش في يوم، او المدير الفني بيخطا برضه، الحكم بشر. فمش عايزين بقى قصص بقى الكلام ده، في حاجات احنا بنتكلم فيها وليك خطا او ليك حاجه واضحه لا بنتكلم فيها على طول. فريق طلاع الجيش بيرفض الاستغناء عن مهند لاشين، خصوصا بعد تالقه مع المنتخب، بيرفض العروض اللي جايه له سواء من النادي الاهلي او من الزمالك. كمان اتحاد الكوره زي ما قلت الخبر ده امبارح، ابرز المرشحين لقياده المنتخب الاولمبي كابتن احمد سامي بعد تالقه طول الوقت مع سموحه، فكابتن احمد سامي بيقدم نتائج طيبه جدا، بس الراجل حاطط كده في الكواليس اللي هو عاوزين ابقى موجود، اجي بجهازي بالكامل، محدش يتدخل معايا في جهازه، ده كلام محترم. كفانا بقى اجيب واحد من الاهلي يبقى لازم زمالك، اجيب واحد من الزمالك يبقى كفانا. مفيش حد بيشتغل كده، مفيش حد بيشتغل كده في الدنيا. كمان سياده الوزير اشرف صبحي النهارده انا بشكره جدا، دايما بيعمل حاجات الصراحه محترمه جدا ومواقف محترمه جدا، واي حد عنده تعثر في اي حاجه تلاقيه اول حد بيتحرك. فسياده الوزير اشرف صبحي نادي الزمالك كان عنده مشكله في الطيران، كلم وزير الطيران المدني وتواصل معاه وحل نادي الزمالك مشكلته. وعايز اقول لحضراتكم كمان نادي الزمالك لسه واصل حالا لانجولا، والرحله كانت مرهقه شويتين، ولكن سياده الوزير تدخل انهاج المشاكل اللي كانت في المطار النهارده.
دي كانت اخبارنا النهارده ودي كانت معلوماتنا النهارده. خلينا نروح للفقره الاولى، لازم تشوفوها وتشوفوا الناس بتشتغل ازاي، او اي حد بيتميز في شغله لازم يبقى موجود معانا. خلينا نروح في البدايه للكابتن احمد جميل، راجل بيشتغل على الفنيات، بيشتغل على تزويد اللعيبه فنيا، ومعاه مين؟ معاه نجوم بتشتغل معاه. خلينا نروح لفاصل ثم بعدها نستقبل الكابتن احمد جميل. برحب بحضراتكم من جديد، والفقرة الأولى النهاردة معانا واحد من المدربين المحترمين اللي اشتغل على نفسه قبل ما يشتغل للعيبة، ده رقم واحد. رقم اتنين، فكرته عجبتنا جدا، ودايما احنا الحلقات اللي احنا بنعملها بتبقى بره الصندوق. ليه الفقرة دي بره الصندوق؟ مطور الأداء المفروض انت بتشتغل مع مجموعة، لا، لكن الراجل ده اختار اللي هو يشتغل بشكل تخصصي أكتر، اللي هو يروح مثلا حد عنده نواقص راس حربة، عنده نواقص في التحرك، عنده نواقص في الجامب، بيشتغل معاه مرة اتنين تلاتة اربعة، تلاقيه النقص اللي عند اللاعب ده راح. فعشان كده خلونا نسمع منه، لان هو يستحق يكون في الاعلام موجود ويتكلم ويقول الشغل بتاعه ايه كله، خصوصا اللي بيشتغل معاه نجوم كتير جدا جدا. كل ده هنعرفه منه. كمان خلينا نرحب بيه كابتن احمد جميل، برحب بيك. ازيك كابتن شادي، ايه الاخبار؟ انا طبعا في المقدمه، انا سعيد بالمقدمه الجميله دي، وان شاء الله تبقى حلقه خفيفه كده على مشاهدينك واوضه اللبس ان شاء الله. طيب خلينا في البدايه، انت لاعب كوره اساسا، لعبت فين؟ انا لعبت كوره، كنت من ناشئين نادي النيل. بعد كده رحت انبي مع كابتن فتحي عماش، حضرتك تعرف طبعا. طبعا نجم بيضك الشيف، من افضل الناس اللي عندنا. بالظبط، ما حصلش نصيب، رحت على وادي دجله. ما كملتش في انبي، رحت على وادي دجله، ودي دجله خلصت الكلام ده مثلا 2008 2009 حاجه زي كده. قعدت فيها دجله تقريبا حوالي 9 سنين. بعد كده رحت انبي، اتوقفت بس عشان بس في ناس كتير قوي عايز اعرف انا بطلت اصلا ليه. انا اتوقفت سنتين في دجله، ما اعرفش انا اتوقفت ليه. يعني بسبب حاجات كده انا مش ما ينفعش اقولها دلوقتي، خلاص الموضوع خلاص عدى عليه فتره كبيره. توقفت سنتين، ولما رجعت من السنتين دول على اساس ان انا ارجع النادي تاني، لقيت نفسي قايمه تانيه، قايمه تانيه. حضرتك عارف ان خلاص انت كده فري. طب انا ما طب انتوا ليه وقفتوني من الاول؟ فدي يعني عمل الجاب قوي، ان انا كان لازم ان انا لسه هتدور على نادي تاني، وسنتين وانت قاعد في البيت بقالك صعبة سنتين، صعبه جدا. حضرتك عارف لعيب الكوره لو ما اتمرنش خلاص الموضوع، هتلاقي السعر بتاعه، تلاقي الدنيا ما بقتش زي الاول. صح. امام محمدين كلمني، كابتن امام وكابتن فتحي، ان انا ارجع انبي تاني. رحت على كابتن هيثم شعبان، كان هو ماسك فريق 93، رحت اشتغلت هناك. برضه اتظلمت برضه في اخر السيزون، ان انا من الناس اللي مش موجوده في الدرجه الاولى، مشيت قبل الكيد ما يخلص بخمس ايام. بعد كده رحت الاتحاد السكندري مع كابتن حسام حسن وابراهيم حسن 6 شهور، ان انا من يعني من شهر 7 هقعد لحد 1 على اساس ان انا في 1 اتأيد. لقيت كان في لعيب المفروض في القايمه هو اللي يخش، كانوا عايزين مهاجم، كانت ساعتها 2013 انا فاكر بالظبط ايه اللي حصل. اخر تمرينه كنت المفروض ان انا اتأيد، لقيت نفسي بره الموضوع خالص، ولقيت عمرو ورده دخل، كان ساعتها الاهلي هو اللي وداه. فانا طلعت برضو اخر 5 ايام من القيد، فانت عارف مش هتروح في حته، حتى لو انت هتبقى ميسي، مش هعرف اخر 5 ايام، محدش هيحتاجك غير بقى تنزل بقى درجه ثانيه وثالثه. لعبت بقى في فانها واتصالات والكلام ده كله بس، وسكر حمديه، لقيت نفسي مش عارف اطلع تاني ومحدش بيساعدني ان انا اطلع تاني. فقلت لا على طول. امتى جات لك الفكره اللي انت تشتغل مطور اداء؟ بص، احنا لعيبه الكوره ما بتعرفش تعمل حاجه غير كوره، حضرتك عارف يعني، ما رسمي ولا حتى لو مدير بنك، مع احترامي لمدير البنك، مش هعرف. احنا لعيبه الكوره. فاشتغلت في اكاديميه، كان الايجنت بتاعي كابتن بيتو ده خدني، قال لي بص انت لازم تشغل مدرب خلاص كده. هو كان عنده اكاديميه، اشتغلت فيها 6 شهور، حبيت ان انا ما لا مش عارف ادي لمجموعه، انا عايز اشتغل انديفيدوال شويه على اللعيبه. من خلالها بقى قلت لا ستوب، انا هشتغل من اول الكيدز واحده واحده لحد ما ربنا يكرمه. والحمد لله الموضوع حصل. بقالك قد ايه في القصه دي؟ سنه ونص. بجد والله مش من بعيد يعني. لا 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 مش من بعيد. لا لا امال ازاي عملت الاسم سنة ونص ده؟ ازاي اللعيبه بتثق فيك الثقه دي ونجوم معاك؟ هنتكلم بعد شويه ازاي جت الثقه دي منين؟ والله انت عارف ان لعيبه الكوره دي اذكياء قوي، فمن خلال الفيديوهات انا بعرف اعرض الفيديو اللي انت كان ممكن تبقى لاعب قاعد في البيت، ايه ده هو ده. هو انا ليه ما اروحش للكلام ده؟ هو انا ليه ما اشتغلش على نفسي بره؟ لان حضرتك عارف التمارين معظمها في النادي، يعني ما بتبقاش انديفيدوال شويه، وطبعا بحكم ان المجموعه كبيره والمدرب مش هيعرف يشتغل على 30 لاعب.
دي حقيقة. ده هو بيركز في 21 و9 دي الكارثه بقى اللي بيبقى فيها الاجانب وبعض المصريين يجي يقول لك التدريب انا مش عايز فيها العدد ده كله، وتلاقي 10 لعيبه بيلعبوا 4 و2 في النص وما لهمش اي لازمه. انا اسف صح كده ولا غلطان؟ دي حقيقة. 4 و2 في النص وما لهمش اي دور، ممكن يروحوا مع المساعد يشتغلوا معاه وما يهتمش بيهم، مع ان دول لو انت ركزت على النقط بتاعتهم هتلاقي الموضوع هتلاقي فرق قوي بقى السيين كمان. دي بس احنا ما بنصبرش يعني. هي المشكله ان احنا ما بنصبرش، عايزين لعيب جاهز. طيب خلينا اكلمك عشان برضو نفهم طريقه تفكيرك، لان لما نعرض احنا انا هعرض لحضراتكم دلوقتي هتفاجئوا بالاسماء اللي معاه. هل انت الاول قبل ما بتفكر اكيد انا بطور من نفسي قبل اي حاجه او بذاكر عشان لما اجي اشتغل مع نجم الطبيعي هديله علم، هقول له هتتحرك كده هتفرق معاك، هاخد التايمنج، هاخد الكوره قبل، فاهمني؟ طب بالظبط اشتغلت على نفسك في القصه دي الاول؟ اه طبعا. انا كنت شغال في وقت الكورونا، كان ساعتها الدنيا خلاص كل واحد في البيت، فاشتغلت خدت كورسات اونلاين على الحاجات اللي هي اقدر انا اشتغل عليها، اعمل اناليسيس شويه على الحتت اللي ناقصه اللعيبه، وابتدي اشوف ايه نقط ضعفهم وايه اللي هو قوي فيه، ابتدي انمه له واكده له عشان ما ينساهوش. احنا بننسى يعني، احنا ساعات بننسى اللعيب مثلا بيعرف يعمل الحته دي فيهملها، دي بتاعتي خلاص ما يشتغلش عليها كتير فدي بيفقدها. فانا ابتديت اشتغل على اللعيب انديفيدوال قوي، ابتدي هو يعني انا ما بكلمش اللعيبه، هو يعني هو اللعيب اللي بيكلمني الاول بناء على كلامه. انا صح. بناء على كلامه انا ببتدي بقى احلل بقى هو ايه نظامه، يعني ايه دنيته في الماتش، بيسرح امتى، بيتعب امتى، امتى تركيزه بيقل، الكلام ده كله انا بشتغل عليه. امتى الحاجات الكويسه فيه اقدر انميها له، الضعيف فيها انا ممكن اعمل له سكيلز زياده علشان يقدر يعمل كل حاجه. كابتن احمد، طب خليني اسالك في نقطه مهمه جدا. اتفضل. النهارده ممكن يجي يقول لك ايه، انا مدير فني عندي لعيبتي بدربها، فيجي يقول لك الحمل التدريبي لما هيروح بره، فهمني طبعا. انا ده التفكير اللي هتلاقيه طول الوقت موجود. هو ده اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل؟ انا بدرب نص لعيبتي الدوري الممتاز وما بنزلش حاجه. ما بنزلش حاجه، يعني اللي ظاهر ده انا باخد اذنهم. انا باخد اذنهم. انزل او ما انزلش نص لعيبه الدوري الممتاز معايا، انا ما بنزلش اي حاجه. يعني انا في لعيب بتتدرب معاك وتقول لك ما تنزلش؟ انا حضرتك في لعيب دولي انا بمرنه، هو مثلا في الاول ما اتفقنا قال لي والنبي يا جميل ما تنزلش حاجه، انا بقى ما صورتش. يعني ما صورتش وخليتهم عندي لما يبطل. ما صورتش خالص. احتراما ليه مش هنزل. انت شخصيه محترمه. مش هنزل لان انا هاذيه، لان انا عارف الدماغات بتاعت المدربين. انا عارف الدماغات بتاعت المدربين. بالعكس ده انت بتساعدهم. انا في الاخر اسمي مش هيتقال. انا ما انا غلبان، انا مال انا. حضرتك لو خد، لو هو لعيب جاب لك دوري من جون او من جمله اتعملت او احنا اتكلمنا فيها، خلاص انا مش هاخد حاجه، الموضوع ليك انت. هقول لك الحاجه، كان معانا نجمنا محمد شريف. شفتك. كان موجود الحلقه هنا وعرضنا الفيديوهات واتكلم عنك. شفت الفيديو. فانا الموضوع في دماغي من وقتها. فقلت له ما بيأثرش عليك في النادي؟ انا فاكر السؤال كويس جدا. قال لي لا بالعكس، انا ما بذلش اي مجهود، بل بالعكس الراجل ده ضاف لي كتير من غير اي يعني خليني اقول لك قال لي كل الحاجات اللي اداها لي هي اللي كانت ناقص عندي. واحنا واقفين. في اللعيبه بتعترف لك تقول لك انا الجنب بتاعي وحش ولا بيبقى مكسوف منه؟ ما هو بص، هو طالما كلم طالما كلمني كلم جميل او دور عليا، هو جاي علشان زي الدكتور النفساني. ما هو مش هنبتدي مش هنضحك على بعض. احنا جايين كلنا عندنا نواقص. يعني كلنا عندنا نواقص. الكمال لله. فانت بناء على اللي هو بيقوله لك، انا يا جميل والنبي مش بعرف اعمل كذا، مش بعرف اعمل كذا، ببتدي انا اشتغل بقى على النواقص بتاعته اللي هو بيقولها. ده شكري نجيب معاك؟ ده شكري. شكري نجيب. وشفنا قول لي اللعيبه اللي معاك مين كده كلها؟ يعني فادي، شكري، عبد الله، محمد شريف، مصطفى محمد، مين تاني؟ رجب نبيل، عبد الله بكري، حمد النجاز ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، احنا اتفقنا على كل حاجه. باسم مرسي، كريم فؤاد، بكرة الاهلي. لا لا لا، يعني ناس كتير، ناس كتير، ناس كتير، ناس كتير ابو، يعني ما في ناس انا ما ينفعش. طبعا. طبعا طبعا، احتراما ليهم طبعا. ما ينفعش حتى لو في خيالي. مين اكتر لعيب وانت شغال معاه استجاب؟ استجاب يعني الاجابه بتاع يعني تروح تتفرج تدريباتك اتت بسمارها، رحت الماتشات اتفرجت لقيته نفذ التعليمات اللي انت بتقول. في شكري كتير قوي، جوان كتير قوي. في مصطفى محمد، اول ماتش لعبه مصطفى محمد في تركيا كان فنربخشة. اول ماتش انا اللي اشتغلنا عليه هو اللي جابه اول ماتش. انا تركيا كلها كانت بيها اللي حطها في بطن رجلي. ايوه ايوه.
تركيا كلها كانت بتكلمني كلها. في فادي فريد، في محمد شريف الجون بتاع نادي البركان، ده الجون اللي هو المشهور طبعا قوي، لان طبعا انت عارف جماهير الاهلي عامله ازاي. طبعا ومصطفى محمد في الجون بتاع فنربخشة، بس هم كانوا قلبين على مصطفى شويه عشان خاطر هو مشي من الزمالك، فانا كنت بتشتم انت اللي بتمشي اللعيبه وانت 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 قصه كبيره. دعوه بالموضوع، انا ماليش دعوه خالص. انا مالي، انا مالي. لا في، لا في كتير، في كتير الحمد لله. طبعا المدافعين طبعا انا بس متركز في حته المهاجمين قوي، عشان انت عارف هم اللي بياخدوا الشوط في لما بيجيبوا جوان. لكن المدافعين ما هو اكيد مش هيطلع كوره ومثلا هيقول له جميل هو اللي خلاه يطلعها، فبيبان الاجوان. لكن انا باكات رايت شغال، ديفندرات شغال، كل الكلام ده، 10 شغال كل المراكز. ايوه، انت مثلا بتتكلمهم هاي دي بتاعت مصطفى محمد اللي انت بتقول عليها دي، صح كده؟ ده فادي، ده فادي فريد. وكريم بامبو انا نسيته. ايوه كريم، مع كريم طارق، كريم طارق الجونه، كريم طارق الجونه. طبعا طبعا. طب ابتدوا يعني ايه بدايه الناس تعرفك او اللعيبه تعرفك؟ ما هو اكيد بص، هي انا فاهم بيشتغل ازاي، بيبقى اللعيبه قاعده مع بعض، انا بشتغل بشكل فردي مع احمد جميل بيكسر. لا ما بيقولوش، لا 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 بجد والله. هو الموضوع ما بيقولوش؟ لا يا كابتن ما بيقولوش بجد. انت عارف لعيبه الكوره ما يقولش. ليه بقى ما يقولش؟ لان هو اتعرف ان طبعا. لا صعب صعب، ما بيقولوش لبعض، ما بيقولوش لبعض خالص، لان هم انا عايز ابقى كويس. هي بتبقى، انا بتبقى ناس وناس يعني، في واحد عايز يجر واحد زميله، بس مش اتنين فراوده في فرقه واحده هيجولي. ما ينفعش. لا طبعا. طب انت قلت حاجه دلوقتي، انت انا عارفك بتتكلم بصراحه. ماشي. الجون مثلا انت قلت لي ايه، عشان شريف وشعبيه الاهلي، هو كان شغال معاك بشكل فردي وقت طويل وشفت الفيديوهات. امبي من ساعه امبي بالظبط. طب لما شريف جاب الهدف وحصل الكلام ده، انت زعلت وقتها؟ اني كلام بالظبط؟ كلام شريف اللي هو قال ايه؟ لا لا ما فيش حاجه اتقال. هو لا اسف، شريف زعل لما انت عرضت الفيديو؟ لا لا والله العظيم. شريف اللي كان بيقعد كل شويه يقول لي نزل. ونزل عنده هو. الستوري نزلت عنده. ايوه ده كان هيحطها بوست كمان. لا لا ما فيش مشكله عند شريف. ما انا قلت لحضرتك في الاول، انا ولا النادي قال في مشاكل؟ قال لك النادي في لا 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 ما فيش الكلام ده خالص. اصلا على فكره عايز اقول لك، هو بيشتغل وهو واقف. انا مثلا احنا بنحدد ايام بعد الماتش بيومين وقبل الماتش بيومين. كل اللي احنا بنعمله 2 3 كيلو بالكوره اللي هو وانت واقف. احنا دي ما بنعملهاش. انا شفت الفيديوهات بصراحه. احنا واحنا واقفين، اصل ده لعيب اهلي ولعيب زمالك ولعيبه انديه. انا هقعد اديهم بدني؟ ما هم 24 ساعه مطحونين بدني. صح. احنا بتوع كوره يعني، انا بتاع كوره مش بتاع اللي هو اقعد اجري والكلام ده. هو تسخيننا البسيط والاطالات طبعا حضرتك عارفها، لازم محدش يتعور. بالظبط. تمام. وانت عامل قد ايه؟ لاعب 70 دقيقه. لا احنا محتاجين نشتغل 25 دقيقه عشان ناخد حمل الماتش. يعني انا بكمل ال 90 دقيقه بتاعه الماتش. يعني لو هو لاعب 70 لا احنا في 20 دقيقه نشتغلهم. اللي طيب دايما كنت بقول جمله عشان كده حضرتك معايا، يعني في البعض هتلاقي المدربين ممكن ما يحبكش قوي. انا مش محبوب اصلا. اصلا انا عارف والله العظيم من غير ما انت بتقول. انا بص ارحم معاك ومركز معاك. انا مكروه. انت كده جبتني انا مكروه اصلا. بس الطبيعي المدير الشاطر يحبك جدا. مش كله الشاطر. الشاطر يحبك جدا. اللي بيحب العقليه، اللي بيحب العقليه ممكن يتواصل معاك ويثق فيك يقول لك. واحد بس اللي عملها. مين؟ كابتن عماد النحاس. بتتكلم بجد؟ اقسم بالله. اداك مين بقى؟ اداني شكري. شكري ما كانش بيروح يتمرن في النادي. ده كان متألق مع عماد النحاس جدا. ما هو عشان شاف كده، شاف ثمار. فلا فجميل انت عملت ايه النهارده؟ انا ببعت له على الواتساب بالليل. احنا عملنا 1 2 3. يلاقي شكري مش 100% في التمرين، هو عارف ان هو واخد الصبح. طبعا قبلها بست سبع ساعات. عشان برضه الحمل ما ينفعش، فبياخد حاجات بسيطه. اقول لك على حاجه، اروح اتدرب على النقص اللي عندي ولا ادخل الجيم اعمل احمال تدريبيه مع الاحمال؟ وده غلط يخليني اتصاب على طول. بص والله هي كل حاجه بـ 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 بنسبه، عشان برضو كل العلم ده كل حاجه بنسبه. ولاعيبه الكوره بقت متعلمه يعني، خلاص بقت عندهم ثقافه. فحته ان الجيم لا هو اكيد في النادي. لا هم بص بقى المشكله الكبيره ان هو يروح الجيم بره لوحده وما يجيليش. يعني ما يتمرنش كوره. يعني انت ما تضمنش هو بيشيل قد ايه اوزان. يعني انت مش ضامن دي. صح. انت مش ضامن دي. الاقي اللعيبه تنزل ستوري على وهم في الجيم. وانا ما ينفعش والنبي يا جميل عشان خاطر انا بصراحه ما بتعجبنيش العقليه دي. طيب خالص. ممكن جالك عروض؟ ده انا اجيبه. جالك عروض في الدوري ما ينفعش تشتغل مع انا اشتغلت ده. اشتغلت اول حاجه اشتغلت مع كابتن عماد، كابتن ربيع سين. لان انا اصلا كنت لعيب معاه في المنتخب، فهو كان عارفني. كابتن ربيع سين شخصيه محترمه. طبعا عظيم. عظيم مهما اتكلم عنه مش والله ما اعرف ادي له حقه. دي حقيقه. جابني المنتخب، منتخب اللي هو 2003 لما كان سافر تونس ساعه اشتغل على الحاجات فردي. هو عارفني بجد والله اقسم بالله. وفي فيديوهات يعني. انا في فيديوهات انا بشتغل جميل.
هو حتى كان في اللقاء قال انا جايب مدرب للحركه، لتغيير الحركات. قال لي قبل كده في البرنامج هنا لتغيير حركات، كان جايبني وكان هو اللي بيديني الاجر. يعني من جيبه الخاص؟ من جيبه، لا لا من جيبه، لا لا من جيبه، هو مجتهد جدا ما شاء الله عليه. كنت بشتغل على اللعيبه دي، هم ما شاء الله المغربي دلوقتي في الاهلي، واللعيبه دي كانت هم اللي ماسكها. كنت بشتغل حاجات بسيطه. النواقص تخصصي حاجة. بس طب عارف وانت بتتكلم كده والمقاولين برضه، كنت مره في حلقه قريب اتكلمت، قلت على سبيل المثال انا لاعب بنافس على بطوله في اهلي او زمالك او اسماعيلي او مصري او بيرم، وانا جوه الملعب رتمي مش زي بقيه الفرقه، فهنا عندي نواقص لازم اشتغل عليها عشان ارجع بالزبط. منهم بدون كسوف حسين الشحات، احيانا بشوف بدنيا مش ده حسين بدنيا، انا بركز كده في تحركات معينه، مش هو الفينشنج مثلا كوره مش مجهز ذهنيا قبلها، يعني لازم عارف لو مجهز حاجات الفينش هيبقى حلو قوي. متفق معايا ولا لا يا كابتن؟ كتر التكرار يعلم اي حد. برافو عليك. كتر التكرار انت بتكرر قد ايه؟ طب هم لعيبه اللي بيشوطوا الفاولات دول هم بيعملوا ايه؟ ما هو بيقعدوا يكرروا ب 100 كوره بعد التمرين، يقعدوا يشوطوا فاولات. يعني طب هو اكبر مثال حضرتك، بص يعني بطولات الدنيا كلها معاك في الاهلي، وحضرتك كنت كابتن النادي الاهلي، اشتغلت انديفيدوال شويه لوحدك تخصصي كتير في النادي، تخصصي لوحدك على حاجات يعني يعني مثلا تشيل 100 كوره او 200 كوره في اليوم، او تقف الزاوية او ماشي الحاجات دي ماشي. الحقيقه اتفضل، لما مانويل جوزيجي كان بياخد الفاولات اللي انت شفتها في كاس العالم دي تمام، كان بيخلي كل لعيب يشوط اكتر من 50 40 فاول كده وجايب لهم حواجز، ما كانش لسه الانديه بقى جايه فيها الكلام ده، صمم اللي يشتري الحاجات دي حاجات تجهيزات، وبعد التمرين ما يخلص بيشتغل فردي مع متعب ابو تريكا، وكانوا ظاهرين، كان في اتنين كمان في الفاولات منهم الفاول اللي جابه في اليابان، في اليابان. برافو عليك بالظبط، ما هو ده اللي بيبان، اللعيبه بيبان، اللعيبه بيبان. انا لما اشتغلت مع مصطفى اشتغلت معاه على الحاجات اللي في الارض، الكره على الارض، الدنيا يعني، عشان هو مميز في العالم بتاعته، مش هنضيع وقت، احنا مش هنضيع وقت، احنا عايزين الحاجات اللي تحت، ازاي اعدي واحد على واحد والحاجات دي، شريف الهيدرز يعني، لا اللعيبه هي بص كل لعيب بيقيم نفسه، في لعيبه ما بتحبش التمرين يعني خلينا نكون معترفين، لا لا في لعيبه ما بتحبش تمرين، لكن اللعيب هو اللي بص خلينا نكون مقتنعين ان دلوقتي احنا خلاص الارقام يعني ما شاء الله عليهم ربنا يزيدهم، فانت ما تخل يعني انت في باترينا، انت بتعرض نفسك في باترينا، انت طول ما انت بتجيب اجوان ورجليك شايلك في الملعب وبتعمل وبتتصرف صح والدنيا معاك ماشيه تمام، انت بتبقى ب 10 قروش وفي ب 20 وفي ب 30 وفي ب 5، لما هتطور من نفسك سعرك طبعا ما تبقاش انت ب 10 ولا انا كده ب 10 خلاص انا كده استكفيت، هتنزل تبقى باثنين. احمد بتكلم اللعيبه انت اللي يجوا يشتغلوا معاك ولا لا؟ لا مش هيبقى مقتنع مني 100% لو انا كلمتك، يعني انا لو كلمتك عشان تشتغل معايا انت مش بمفهومنا احنا هيبان اللي هي مش ان انا حاجة. لا مش شخصيه، انت ما انت جاي لي فانت لازم تسمع كلامي، انا بقول واحد اتنين تلاته بتمشي كابتن شادي مش هتبصي هنا، ممكن تزعق مع حد في احنا بنزعق بعد لو بعد الماتش اللي احنا اتكلمنا فيه لو ما اتعملش احنا بنقعد نتكلم، طب ليه ما انت كان قدامك الفرصه تشتغل وتجيب جون، يبقى احنا اشتغلنا على الفاضي، انت ليه بتضيع وقت؟ يعني انا لو قلت لك كابتن شادي المفروض هنا تدي واحده تدي واحده على طول، انت ليه ليه بتتفزلك؟ يعني انت ما بتعرفش تلعب بشمالك، ما تعدلش كرة على شمالك، خلصت اطلعها بره، خليك في السليم، لو الحاجات دي ما اتعملتش لا احنا بنتكلم. طب بعد كل ماتش شفنا فيديوهات للعيبه، كان في ده شريف صح كده؟ ده شريف الانفرادات ده شريف يعني الكلام ده قديم خلي بالك، يعني انا ما طولتش شريف بقالي 6 شهور بسبب المنتخبات، والله العظيم ما طولتوش يعني بتستمتع وانت بتشتغل معايا باين بالظبط. لا شريف اصلا صاحبي ايوه يعني شريف من زمان واحنا في دجله هو صاحبي، هو اصغر مني بسنتين بس احنا كنا على تواصل، بس عشان اقول لك الامانه في الراجل من ظهرك في الحلقه في الكواليس ما بيننا، عشان كده قلت لك اسمك قعدت متابعك شويه قلت هتابع مش هتكلم مش هتابع هتشوف فمن الكواليس وهو بيتدرب فعلا قعدت اتفرج، كان عنده كان هو قال لي في الجامب والقطع كده كان التايمنج بتاعي وحش جدا، شريف بقى بياخد كل الكور العاليه بقى بينزلها بدماغه قوي يعني كل الكور العاليه، بس هو كل المشكله سوء توفيق والتحرك على الاولى والثانيه بالظبط، هو سوء توفيق اللي احنا بنعانيه، كتر اللعب بيجيب شريف ما بقاش بيلعب، ما نحكمش على لعيب ما بياخدش ال 90 دقيقه على طول، شريف كان 24 ساعه بيلعب، فانت مجرد ما تشوف الاهلي جاب اجوان محمد شريف جاب كام جون بس، انما دلوقتي احنا ما بنشاركش، انا مستني يرجع من السودان، هو مش انا مستنيه والله مستنيه. مين اللاعب اللي نفسك او انت شايف اللي هو معاك هيفرق مستواه؟ تريزيجيه على الفينش، يعني تريزيجيه
انا قلتها في كذا حلقه قبل كده معايا انا طلعت. فلا تريزيجيه انا نفسي فيه قوي جدا جدا. هي مشكلته تريزيجيه بيعمل كل حاجه مش عارف قدام هيعمل ايه، لان البدني كله راح بالكوره وهو بيجري بيها قدام، تلاقي التركيز بتاعه اختل شويه. خلي بالك تريزيجيه من النوعات اللي بتحب التدريب جدا جدا. هو كان زميل اوضه اصلا يعني، انا كنت في المنتخب هو كان زميل اوضه. فانا مستنيه بس اول لما اللعيبه دي، ما انت ما بتجيش خالص هنا يعني، بيجوا يومين يشوفوا اهاليهم ويرجعوا على طول. ده جريندو، نسيت اسمه، ده جريندو، اه ده المصري. لا هو في كذا حد يعني، ما كل ما الفيديوهات هتشتغل. لا ده يعني جريندو قال لي، جه اول لما قال لي، قال لي انا متدبس خاف اعمل ايه باللفظ. هو بيلعب فرود حضرتك عارف، ايوه تسعه محترم يعني. فبيلعب هاف، ده كريم بامب، ده كريم اهو. بص هو لازم تتاخد في في الاجوان الصغيره دي، ده الشرط يعني، ده التاسك بتاعنا. بلاش الكلام ده. كريم طارق، بص انا بتكلم، انا الناس دي هم، هو جاي يسمع، انا اسف هو مش جاي لي يشتغل. لازم تفرد شخصيتك عشان لو هو، ما هو ما عشان كده انا قلت لحضرتك، انا لو كلمته، انا لو كلمته هتلاقي التمرين ليزي قوي. لا هو احنا جايين نشتغل على النواقص، احنا مش جايين نضيع وقت. احنا انا جاي لك من اخر الدنيا يعني. كريم طارق بيجي من مدينتي لزايد لساعتين، دي رحله. ده بيجيب اكل وهو جاي. دي رحله. فبيقعد يقول لي، فبنيجي ممكن نشتغل ساعتين ثلاثه. ايوه يعني احنا بنشتغل ساعتين ثلاثه انا وكريم. كريم طارق لاعب عنده سرعات ولاعب. اشتغلت بقى عليه ازاي؟ ان انا اوقفه بوكس تو بوكس، اوقفه في ال 18 من غير السرعات. عشان تهدى، عشان انا عايز اشوف هو هيعمل ايه في المساحات الضيقه. ما هو بتاع سرعات، انا هشتغله سرعات برضو. اكيد لا. برافو عليك. اوقفه ده عبد الله بكري. فاركو. انا بحب عبد الله بكري جدا على فكره، بشوف اللي هو لاعب. عبد الله صخره ما شاء الله، ما شاء الله ما بيهزرش. واحد ميت واحده واحده على طول. مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. بص هقول لك على حاجه، انت شايف الثقافه تاني، لان ده مهم بالنسبه لي، ان هنقلك لبره طالما بننقل حاجه بره. يعني مثلا في ليفربول على سبيل المثال بالظبط، اللي انا عرفته اللي فيه مدربين رميات التماس، رميات التماس، في مدربين رميات تماس. الجون اللي جه في برشلونه ده في ليفربول اللي هو كسبه، اللي اترمت بسرعه، والله العظيم بيجيبوا الحاجات دي. احنا ما عندناش الكلام ده خالص. احنا ما عندناش الكلام ده خالص. انا اللي امن بيا واشتغلت معاه هو كابتن ربيع وكابتن عماد النحاس. كابتن عماد النحاس كان بيسيب لي التمرين، اعمل اللي انت عايزه قدام مع الناس. ما عندوش مشكله خالص. خالص. غير كده ما الناس برضو تحس اللي ايه، لا ده تبوظني شغل، تشتت اللاعب، او انت بتاخد الشغل. اصل انا برضو ابن لذينة. انت خليني اقول لك، اقول لك على حاجه. ابن لذينة. اخد الكادر، اخد الكادر. اخد الشغل. بص هو لو كان عارف كان ادى. انا دي مقولتي، لو كان عارف كان ادى. مفيش حد بيكسل يعني. ما اظنش ان انا كمدير فني كابتن شادي هيك، انا معايا لعيب اسمه شادي هيكسبني مش هيدخلني فيها جون، هقعد امرنه كل شويه على حاجات معينه. هو لو كان عارف هو كان ادى. انا دي بس كده. طب انت بتعمل القصه دي تهدف للربح ولا بتركز على اللي انت اسمك يكبر من غير تشتغل مع نجوم؟ بالظبط بالظبط بالظبط. هو الموضوع كله مش ربح على قد ما احنا لما بنيجي نتكلم، واللعيبه دلوقتي سامعاني، اي حد بيكلمني في الاول انا ما بتكلمش على فلوس خالص خالص. انا لما اديك انت في الاخر هتقيمني مش كفلوس. انت تشوف انت، انا عملت معاك ايه وانت تشوف. لكن اللعيبه بتتعامل معايا كده، مفيش فلوس دي خالص. هم سامعيني، مفيش فلوس باخدها من اللعيب ده دوري ممتاز خالص. خالص. طب انا هشغل لك فيديو دلوقتي وانت تعقب عليه. ماشي. هل ده كان السبب الفيديو ده اللي يفرق معاك بشكل كبير ولا لا؟ خلينا نروح نشوف. ماشي. يلا بينا استاذ احمد اتفضل. شريف انا كل الفراوده زي ما قلت لك بايه؟ بالباصي. لا انا مش هباصي، انا هقطم انا لجوه. يلا سايب. انت ممكن تاخد ها لجوه وتحط، انا ما عنديش مشكله خالص في الحته دي، انما ما تلعبش لتحت. انت بتقدر تلف وتحط شقه افريقيا. مين اللي جاي؟ عندنا ترجي. ترجي السوبر. طيب خير ماشي قشطه. زق جامد جامد. ها كويس. ده بالظبط. انت محظوظ. لا هو مجتهد شويه. يعني مجتهد زياده عن اللزوم، بقرا يعني. يعني خيالي واسع شويه. يعني ممكن اكون عايز احط تمرينه
انزل التمرين اعملها، لا مش دي، هعمل 10 تمارين اقف شويه دماغي، اقف شويه. إيه لما شفت الهدف وجابه بالشكل ده اكيد بتتابع. ده كان اسعد يوم في حياتي. ده كان اسعد يوم، هو ومصطفى. الجون بتاع مصطفى دول يعني انا ما كنت مش يعني قادر، ما فيش حظ في الدنيا. ما انا تعبت، ما هو ربنا ما بيديش، ما هو ربنا ما بيديش اي حد، برافو عليك، ربنا بيدي للمجتهد. انا تعبت كتير قوي في الموضوع ده. فربنا كرمني، والخيال برضو الواسع برضو. يعني لما يكون خيالك واسع بتقدر تقرا الموقف. انا دايما بشتغل مع الفراوده اللي المدافع، حضرتك طبعا مدافع وهتفهمني، اللي المدافع ما يعرفوش. انا مش لازم اعدي من كابتن شادي، ممكن اتصرف، انا ممكن اعملها لورا وجسمي هو اللي يلف، مش هقدر الف معاه بس. وانت عبال ما تيجي، عبال ما تيجي اصلا انت كنت تكون حطيت خلاص. سلام عليكم. يعني اقول لك على حاجه من ضمن الحاجات، وانت اتفق معايا، خلي بالك انا في بتفتكر حاجات. لا بالظبط، بتفتكر، عمال افتكر الذكريات. كان من ضمن الحاجات مره، برافو عليك اللي انت بتقوله، ممكن تحرك او طريقه فينش معينه خلاص مختلف. مختلف. عايز اقول لك عشان الناس اللي ما كانتش تعرف حاجه، اللي مانو جوزيه كان في ساعه بعد التدريب، كان مره جاب الحضري وجاب الفرقه كلها على اعمل حاجه نظري كده للمهاجمين. تمام. فجاب اللي بيرفع الكروس وعايز، وخلى مجموعه راسات الحربه هنا، انت هتعمل ايه لما هتجيلك من الناحيه دي؟ لازم تفنش في العكس. وجاب عصام الحضري بيكلمه بشكل ودي. تمام. قال له لو انت الكره مرفوعه من هنا هتعمل ايه اول حاجه؟ قال له حجري كده. قال له تقدر ترجع هنا؟ قال له يجي لي صليبي. قال هو ده اللي انا بقوله. قال فنش العكس، الكتاب بيقول كده. بالزبط. مستحيل حارس المرمى يرجع، صعبه عليه قوي. بالزبط. مهما كان هو مين لو بعيد. بالزبط. عنه، لكن انت ما تلعبها له في مكانه اوريدي هو جاي جري كده. بالزبط. لكن ما تحطها له في العكس وجا لك، والعكس بقى لو اترفعت من الشمال انت تفنش في الجانب، في الناحيه الثانيه. بالظبط. هو ده اللي، ده اللي انا بحب اشتغل عليه، اللي هو انت مش عارف اعمل ايه. يعني هو انا مش لازم استلم بظهري وباصل الباك رايت عشان يستنى الاوفر، ما انت هتعمل كده بالخارجي وتحط بشمالك. الموضوع سهل، هي الدنيا سهله. بس صدقني اللعيبه ما بتبقاش مكرره كتير، هم لعيبه كبيره كلهم، بس الوقت والمساحه والتكرار مش بيلاقوه في نواديهم، مش بيلاقوه طبعا. صح. لكن يقدر يقدر يعمله بره. يعني مثلا لو هيشتغلوا على تمرينه الفراوده في النادي، معاك ست فراوده، عقبال ما اطلع اصلا فيها ساعه. وهعمل ثلاث مرات، مرتين غلط، طب والثالثه؟ طب انا لو هنعمل الغلط هل انا هكرره؟ هيتقال لي صح اعمله صح وانفذه؟ بتبقى مش يعني، بتبقى قله شويه من المدربين اللي بتعمل. عايز اقول لك لازم، يعني بعد ما اتكلمت معاك انا بشوف لازم نغير من ثقافتنا، ولما نغير من ثقافتنا هيبقى في احمد جميل، وهيبقى في ابراهيم، وهيبقى في اسماعيل، وبقى انت هيبقى عندك ده، هيشتغل لك على النواقص ده، والنجاح بيبقى لينا كلنا. بالظبط. ده اللي انا عايز اقول لك. انا انبسطت ان صلاح اللي عرفناه، ان صلاح كان بيتمرن برايفت لما كان في فيرنتينا، لا كان في روما، كان بيتمرن بره في المكان بتاعه في فيتو، عامل ملعب صغير، الحاجات دي على اليوتيوب. عامل ملعب صغير ومعاه مدرب بيشغله على النواقص. صلاح عشان بس شفت حوار صلاح الاخير مع الاستاذ عمرو اديب. شفت في جزئيه بتكلم فيها دايما فيما يخص تدريباتك، قال لك ذهنيا انا لازم ليا قبل المباراه بيوم ساعه، خيالك يعيش الماتش. عارف لما تقول للجيل مثلا اللي احنا كنا فيه بنسمع اغاني شعبي. بنسمع اغاني شعبي. والله عارف موضوع كبير، في ناس ممكن تتريق على الكلام ده. ما احنا انا هتشتم. ما هو كله بيسمع، ما انا هتشتم بعد الحلقه. ايوه. لا هو بيعيش الماتش، بيعيش المواقف. الموقف ده لما الكره تجي لي في الحته الفلانيه، لان انا عارف مركزي، انا بلعب هوف، فالكره لما هتيجي هنا فانا هتصرف تصرفين حسب الدفاع. طب لو المدافع جالي هنا انا هقطم واحط، لو جالي هنا هاخد هنا واخد على يميني وارفع. بالظبط. فبيعيش الاجواء، اللي بيحصل في ذهنه بينزل يطبقه في الماتش. برافو عليك. ده علم اصلا يعني. برافو. ده علم يعني. الناس دي بتجيب ناس، بتجيب ناس بفلوسها بتاجرها عشان تشتغل على كل حاجه. مش تمارين بس، لا لا مش الكره لما هتيجي هنا فانا هتصرف تصرفين حسب الدفاع. طب لو المدافع جالي هنا انا هقطم واحط، لو جالي هنا هاخد هنا واخد على يميني وارفع. بالظبط. فبيعيش الاجواء، اللي بيحصل في ذهنه بينزل يطبقه في الماتش. برافو عليك. ده علم اصلا يعني. برافو. ده علم يعني. الناس دي بتجيب ناس، بتجيب ناس بفلوسها بتاجرها عشان تشتغل على كل حاجه. مش تمارين بس، لا لا مش عليك. ده عيشه كمان، واكل ونوم بدري وصحه وتغذيه، كل حاجه، كل حاجه. احمد انا بشكرك شكرا جزيلا، واتمنى لكون القنا الضوء على حد او مدرب بيطور اداء للاعبين
شخصيه محترمه عامل حاله في الوسط الرياضي بامانه، وانا عشان كده انت موجود عشان مجهودك اللي انت بتبذله. يا رب ثقافتنا تتغير، يبقى في 20 احمد جميل بيشتغلوا ويطوروا من اداء اللعيبه، ده هيفرق معانا كلنا بشكل كبير جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن شادي، واتمنى لك التوفيق. بشكرك شكرا جزيلا، ان شاء الله كمان هيبقى لينا لقاء تاني، كل ما تعمل شغل محترم هتبقى موجود معانا تاني ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. دلوقتي هنروح لفقرتنا التانية مع نجم كبير، نجم من نجوم الاسماعيليه، في ملف النهارده لازم نتكلم فيه، هنفتحه بيخص الدراويش. ليه؟ عشان الدراويش غالي جدا على قلوبنا، اللي بيحصل في الاسماعيلي ده صعب، لازم نتكلم ولازم نناقش بمنتهى الحياديه بمنتهى القوه، الكل يعرف مسؤولياته عشان الدراويش يخرجوا من المأزق اللي هم فيه. هخرج فاصل سريع ثم بعدها هستقبل نجم الدراويش المحترم الكابتن. بات اصبحت اكثر تعقيدا داخل الفريق الكروي الاول بالنادي الاسماعيلي، وذلك بعدما فشل الجميع في انتشال الدراويش من النفق المظلم الذي دخله الفريق منذ سنوات، واصبحت فكرة عودة الفريق لطريق البطولات والانتصارات من جديد تحتاج الى معجزة. مجالس الادارات تغيرت وكذلك الاجهزة الفنية تغيرت، قوام الفريق هو الآخر يتغير مع بداية كل موسم جديد ولكن دون جدوى، فالجماهير التي لم تفقد الأمل في العودة تجرعت مرارة الانكسار مرات ومرات على أمل سماع صوت السمسمية يعزف من جديد. لا شك أن وضع الفريق الحالي في جدول الدوري أربك الحسابات مبكرا، بعد أن خاض الفريق 9 مباريات لم يحصد سوى 3 نقاط من 3 تعادلات، وللجميع أن يتخيل أن فريق عريق بحجم الإسماعيلي لم يحقق أي فوز في الدوري حتى الآن، وهو بكل تأكيد البداية الأسوأ للفريق في تاريخ مشاركاته في بطولة الدوري الممتاز. الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق في الانتقالات الشتوية الماضية لم تأتي بثمارها حتى الآن، الجميع حائرون يفكرون منقذ الإسماعيلي من يكون؟ أوضة اللبس تفتح الملف الشائك ويبحث عن حلول من أجل عودة الإسماعيلي مرة أخرى. يحل اليوم نجم الإسماعيلي الأسبق الكابتن سيد بزوكا ضيفا على الكابتن شادي محمد لمعرفة كيف يعود الإسماعيلي لسابق عصره كأحد أهم أقطاب الكرة المصرية. برحب بحضراتكم من جديد. كنت وعدت حضراتكم ان انا اعمل حلقه عن نادي الاسماعيلي علشان امور كتير جدا. واحد، الموقف الصعب جدا وبدايه الدوري السنه دي هي الأسوأ على الاطلاق في تاريخ نادي الاسماعيلي. كمان مجلس اداره جديد، يعني مش هنقول حلومه بشكل كبير لان المجلس اللي قبليه كان فيه بعض الامور اللي بيحصدها المجلس الحالي، والمجلس الحالي جه كمل بالصفقات اللي موجوده. اللي النهارده في مباراه بيراميدز لما نيجي نتكلم على 11 صفقة 2 بس اللي بيشاركوا، وبمشي محمد صادق وبمشي شكري نجيب، 2 من أهم العناصر الهجومية. الإسماعيلي رايح فين؟ هينزل درجة تانية بعد التاريخ الكبير جدا، بعد المحبين اللي بيعشقوا نادي الإسماعيلي وكرة نادي الإسماعيلي. إسماعيلي السمسمية، إسماعيلي النجوم محمد حازم وكابتن سيد بازوكا وأسامة خليل، كل النجوم، مش عايز أنسى حد. ده مكانته في الدوري العام المركز ال17، مش عارف يكسب مباراه، مش عارف يجيب صفقه قويه، كل مدرب تقول له تعالى امسك نادي الاسماعيلي يبقى مرعوب خايف حاطط ايده على قلبه. الجماهير بتغلي، الجماهير بتعشق نادي الاسماعيلي، مش عارفين الحل فين. عشان كده في الحلقه النهارده معانا واحد من نجوم الاسماعيليه، صاحب كلمه الحق وصاحب الكلمه القويه، الكابتن سيد بازوكا. برحب بحضرتك. يا كابتن شادي ازي صحتك؟ ازي حضرتك كابتن؟ الحمد لله رب العالمين. الاسماعيلي راح فين؟ ربنا يسر على الاسماعيلي السنه دي. ربنا يسر الاسماعيلي السنه دي. انت اتكلمت على طبعا السابقين، السابقين طبعا يعني احنا حذرنا كذا مره واتكلمنا وقلنا الناس دول يمشوا، الناس دول يمشوا، ما فيش حد سمع، كان فيها عند من رئيس النادي وبعض اعضاء المجلس، فدي النتيجه. الناس دول جم طبعا جايين على خراب بس كان عندهم الوقت. هم كملوها زي ما انت قلت، يعني الخراب هم كملوه زي ما انت قلت، لانه كان عندهم 2.5 شهر. قلنا في كذا برنامج طلعنا يا جماعه احنا مش محتاجين غير 5 صفقات سوبر. الاسماعيلي في موقف صعب، عاوزين 5 صفقات. انا بفرح بالكتره وانا بشتري شروه،
هو انا جاب شروه بحرف، انا محتاج باك بجيب معك حارس مرمى بجيب فيرود بجيب، انا محتاج الناس دي، وعندي لعيبه كتير في الثلاجه، عندي لعيبه كتيره عندهم فوق ما بيلعبوش، انتوا شايلينهم ليه؟ زي مين كده؟ لا عندنا كتير، زي عندك الوقت مدحت فقوسه بس على ما يكونوش مشوه، انا خايف يكونوا مشوه لان انا بعيد عن النادي بقالي 3 سنين، انا خايف يكونوا مشوه. عندك من الناس كتير، عندك معلش انا اقول لك اسماء الناس الموجوده. انا شفتك النهارده داخل الحلقه زعلان جدا. عندك عندك ولا عمرو الوحش ما بتلعبوش، مشيله ما بتلعبوش، سيبه يلعب بره، انت ما قعدوا جنبك بقاله 4 سنين، ابراهيم عثمان قعد باربع سنين وانت بتكملوا عليه، ما تسيبوه يمشي. عندك عماد حمدي من احسن اللعيبه بتلعبه، ما عندك النهارده الواد الصغير لما لعبته عبد السميع كان هيجيب لك جول، يعني عبد السميع لعيب كويس. عندك محمد عبد الله قعد يعمل ايه؟ انت كان عندك فرقه، كان عندك فرقتين فرقتين يا شادي، فرقتين 97 و99 مشيتهم كلهم. سنه 99 تاخد بطوله الجمهوريه، مش عشان انا اللي كنت موجود في الايام دي، لا انت عندك كلهم لعيبه كويسين مشيتهم، فضيت النادي لمصلحه مين؟ ده تخريب للنادي. لما جم المجلس الجديد ده جاي طبعا على خراب خراب بامانه، يعني مفيش لا لعيبه ولا مدربين ولا اي حاجه، حتى اولاد النادي المدربين اللي كنت تعتمد عليهم موتوهم. دلوقتي ما عندناش ولا مدرب في اسماعيليه بيدرب فريق ممتاز. الوحيد اللي كان بيدرب شحت الله يرحمه، ما فيش ولا مخلوق دلوقتي، يعني شوف اي نادي ما فيش لا عندنا مدرب. كابتن عماد سليمان بيشتغل وبينجح، بيشتغل فين؟ انا فين اشتغل؟ بره انا بتكلم على هنا في مصر. هات لي واحد اسمه اسماعيلي، مدربين الاسماعيلي اتدرب في مصر زي بتوع الزمالك والاهلي وانبي والناس دول، هات لي واحد درب، لانه موتوا المدربين بتوعنا وبتوع المدربين بتوعنا هم بيساعدوهم. تعالى يساعدوهم، يجيبوه تعالى يجي حاضر، يمشوه حاضر تعالى حاضر، عارف شخشيخ معاهم شخشيخ. فانت جايب النهارده جايب شروه، الشروه دي انا ما اعرفش يعني ما مش هقدر افتكر اساميهم، فهقولهم لك من الورقه. اتفضل يا كابتن. انت جايب كارميلو ده وجايب ساكيو، جايبه من السكه الحديد. لو ده لعيب كويس قول يعني نص نص، بس لو لعيب كويس قوي في الدوري الممتاز ما كانوا خطفوه، ما هو انديه الممتاز عمي واحنا مفتحين الاسماعيلي. ده احنا عم منهم، ده احنا ما عندناش حد بيجيب، احنا عم منهم. وبعدين عندك جان موريل الواد الاسود اللي عامل شعره مش عارف ايه، وعندك ديجو فيراندو، وعندك مروان حمدي، وعندك خالد النبروسي، وعندك عمر الحلواني، وابو بكر حمزه. ابو بكر حمزه ده بالاشبال، ده ابن حمزه الجمل، كان في القناه. لو كويس قوي كان القناه لعبه، عشان بس ما نغش في مجاملات، وانا ولد صغير كويس 2003 قدام المجال، بس عشان ما نقصرش على، انا بتكلم عشان اللي جابه، يعني الناس اللي جابه في الوقت ده. ابو بكر ده ابني اجيبه اي وقت، من الوقت اللي انا بحتاج فيه لعيبه، مش اي حد اجيبه، ومش محتاج مجاملات. يعني ما بتكلمش على بكر عشان ده ولد صغير، انا بقول لك الوقت ده انا محتاج لعيبه، اجيب لعيبه تسند النادي. يعني انت قصدي حضرتك كان فرقه تبقى موجوده ومحمد صادق موجود وشكري نجيب موجود، امال ايه حد ماشي شكري نجيب وماشي باهر وماشي صادق؟ ده احنا جايبين صادق، انا اللي جايب صادق، ده فلتة، فلتة يمشي ازاي ده؟ بعتوني اجيب صادق، انا اخده من المقصه بعجوبه من اللي هو عبد السلام ربنا يديله الصحه يا رب، بعجوبه. انت اللي جايب محمد صادق؟ انا اللي جايبه. اشتروه من القناه بمليون جنيه، والاستغناء بتاعته محطوطه على السيستم انه لعيب في المقصه، يعني مؤيد في القناه ومعطي في المقص. رحت قابلت الناس وخدتهم منه وجبته الاسماعيلي، كلفوني ابراهيم عثمان وخالد فارو كلفوني، رحت جبته. بتمشوه بسهوله ليه؟ وما بتلعبوش ليه؟ انت بتبطلهم. ده واحد من امهر اللعيبه في مصر، وما عندك برضه زيهم، ما عندك ناس كتير، ما تلعبهم. انت حاططهم ليه في الثلاجه؟ وما انا مش محتاج كل دول، كنت محتاج من دول 3-4 بس. او لو انت جبت 3-4 وانت واثق انك جبتهم لعيبه كويسين، خلاص الباقيين طلع مدرب من اللي انت امشي وانا في الموقف ده. لا ما تمشي، انا اخلي موجود واجيب عليه، واجيب ودي يا اخي مدي، يعني هو طبعا انا محتاج دلوقتي الشايه اتعكز عليها. انت لو عاوز 7 مليون اديله 7 مليون، ما هو مش هاخد 7 مليون مره واحده، وفاضل 6 شهور بعدين مشيه بيعه. ما في الوقت ده ما بتبقاش تركب دماغك وتقول لي امشي امشي والباب فوت جمل، لا كان الاول وكان عندنا لعيبه كنا بنقول لي امشي امشي واللي روح، كنا بنغلط ونشتم في الناس، انما لا دلوقتي انا محتاج كل لعيب. لما اجيب 11 اما فيهم 2-3 اللي هلعبه، هي بالكتره
وقلنا عاوزين خمسه سوبر، خمسه سوبر. وبعدين في كل واحد بتصور لي مع غلطه المجلس، كل واحد بيصور مع لعيب، بتصور مع ليه؟ ما عندك لجنه في النادي ضغط عقداتهم اللي تصوروا. انما كل واحد جاب واحد، لا ده نادي الاسماعيلي، النادي في خطر، الكل يتحد، الكل يتعاون، سيبك من المواقع، المواقع كمان تقف جنب الاسماعيلي، لانه في ناس عاوزين يهدوا الاسماعيلي. في ناس لمصلحه مين؟ لمصلحه ناس كتير، لانه اللي بيتكتب برضه يخوف. واحد مع ده واحد ضد ده واحد مع فلان. كابتن النهارده حلقه مصارحه اولى، كابتن احنا اهم حاجه الاسماعيلي. لا انا يهمني الاسماعيلي، انا لا بص انا لا يعنيني اي مخلوق، ولا عاوز اشتغل ولا هشتغل معاهم كمان، بس صراحه لك انا سعد من بره. انما انا عمري ما غلطت في حد، انا بقول لك لنادي الاسماعيلي انا ما يهمنيش اي مخلوق غير نادي الاسماعيلي. لنادي الاسماعيلي لا قدر الله، لا قدر الله لو نزل انسى اسماعيليه، ما فيش بلد اسمها اسماعيليه، خلاص اسماعيليه بيعشقوا الكوره، هم اكل عيشهم الناس دلوقتي، اللي عنده سكر اللي عنده ضغط ما من القرف بتاعهم. وبعدين جاء مجلس، الناس اختاروكم يا مجلس، ناس اختاروكم وشالوكم في دماغكم، كلنا باركنا لكم وكلنا. وانا كنت على الحياد، الاربع رؤساء كلموني قلت لهم انا على الحياد، اللي ينجح فيكم هو اللي مبروك. ما كنتش مع واحد ضد واحد، لانه اللي يجي ده رئيس نادي الاسماعيلي فوق دماغي. يعني ما كنتش مع حد فيهم، يمكن اتنين اللي وصيت عليهم الطيب ونانسي بس، انما كنت على الحياد عشان اللي يجي يبقى رئيس النادي. كابتن عايز اتكلم معاك في القصه من الاول كده، خلينا بقى نفتح قلبنا احنا الاثنين لكل جمال الاسماعيليه، وزي ما بيقولوا كده من القلب للقلب رسول، لما هتناقش كل حاجه بقوه وبمصداقيه الناس هتبقى فاهمه احنا بنتكلم صح ولا غلط، واحنا مالناش مصلحه بالظبط حتى النادي. تعالى لضربه البدايه، الاسماعيلي موقف صعب من ثلاث سنين بيقعد في الدوري. لا احنا بقى ست سنين بس اتكلم الصعوبه بقى الاقوى اللي هو مثلا تعال نقول من الاخر السنه اللي فاتت. موقف صعب جدا، جبت الكابتن ايهاب جلال بالمساعدين بتوعه. يمكن انت عندك مشهد انا ما اعرفوش. لما جبت الكابتن ايهاب الراجل بيشتغل انتصار في انتصار في انتصار في انتصار، يمكن اكتر فرقه الدور الثاني جابت انتصارات، صح كده؟ صح. ما مين السبب اللي هو ما يقعدش ويكمل مع فرقه الاسماعيلي؟ لانه عارف النواقص وعارف اللي هو حط ايده على الامور كلها عشان كده نجح. قال لهم هاتوا فلان وفلان وفلان بالاسماء. مين قال لمين؟ الكابتن ايهاب قال لمين؟ قال للموجودين اللي كانوا مسؤولين عن الكوره. لا ما كانش المجلس، كان لجنه فنيه. مين اللجنه الفنيه؟ كان علي وعماد ومدحت الورداني. الكابتن علي ابو جريشه وعماد سليمان. كابتن عماد سليمان مدحت الورداني. ومدحت الورداني. قال لهم عايز اللعبه في هم طبعا عشان ما نظلمهمش، النادي ما كانش فيه فلوس. هيجيب من فين برضه عشان ما يعني ما نظلمهمش، وهيجيب من الناس من فين؟ لما احدد لهم الوقت قبل الماتش ما ينتهي اخر ماتش قال لهم انا عاوز كده، ما جوش، فالراجل مشي. ماشي. طب ما تكلموش معاه هو كمان في تجديد ليه؟ يكلم مين؟ الكابتن ايهاب. ما تكلم معاه خلاص، ايهاب وافق. ايهاب وجهاز موافقين. واداهم فرصه راح ولا كانوا عاوزينه يمشي بامانه؟ في كان ناس عاوزاه تمشي طبعا، في ناس مش عاوزين يمشي. امال ايه؟ امال ايه؟ احنا بص احنا ضد بعض. احنا في ناس عاوزه تخرب وناس عاوزه تصلح في النادي. اللي عاوزين يخربوا دول معروفين. عاوزين نادي ينزل، النادي لا قدر الله النادي حصل له حاجه شماته بقى. امال ازاي بيحبوا نادي الاسماعيلي؟ لا اللي بيحب النادي الاسماعيلي جماهير الاسماعيلي. انما سيبك من الهكس، اي حد مسؤول سيبك ده هكس. ده هكس هكس يعني. انما الجماهير الاسماعيلي هي اللي بتحب النادي الاسماعيلي وهي اللي محروقه على نادي الاسماعيلي، وبعض اللعيبه المخلصين لنادي الاسماعيلي. زي مين؟ لا كتير، لو قلت لك اسماء كتير. كتير كتير. بس ما بقوش اصحاب قرار. ما حدش صاحب قرار، وانت فاهم انا بكلمك انا صاحب قرار. ده انا قعدت اردح لهم في التلفزيون اقول لهم محتاجين خمسه سوبر عشان خاطرنا، خمسه سوبر محتاجين، خمسه سوبر جابوا شروه سوبر. شروه ما فهمش واحد سوبر حتى يعني، ما عشان ما هضمش حد زق فيهم يعني. فهات انت يعني اسمع الكلام. اسمع، جبت لجنه فنيه محترمه بقياده حماده المصري. طلع عينيه وعمل، حماده جاب اتنين تلاته من كويسين اللي هيطلعوا كويسين دول. طلع يعني والراجل خلص خلاص قال لهم سلام عليكم. جابوا لجنه تعاقدات ناس محترمين، حصل خلاف، واحد من اللجنه مشي. مين؟ احمد الشيخ تقريبا. مشي. بس
واللجنة الفنية مش خلاص كان اخرهم 31 يناير. خضر شغل في الفريق الاول مع الراجل مساعد وحمادة نصي مشي فضل محمود حسن. الكلام بيتقال ايه على المدرب في اسماعيليه، كويس ولا مش كويس؟ انا قاعد في مصر مش في اسماعيليه. لا انت اكيد ليك علاقة. عارف ليه علاقه؟ هو مختلفين عليه، راجل يقول لك ما بقدرش يغير، سيء في التغيير، تغييره متاخر. انما ما اقدرش احكم عليه. مع لا انا ما اقدرش ما فيش حد ليه سلطة. قرار ولا سلطه. سيبك ما تواصلت مع كابتن اشرف خضر ولا لا؟ لا لا لا. انا كنت متواصل مع حماده، بطمئن على النادي من حماده المصري. لا لازم يبقى الناس المساعدين دول يبقى لهم قرار. يعني هقول لك حمص بقى. حمص ولد مدرب وكويس وهيبقى من احسن المدربين، هو محمد صلاح بجيش الناس دول، ودول المفروض نعدهم يبقوا مدربين النادي. مالوش قرار. ما انت شايف حمص بيقف قاعد على الدكه مالوش اي حاجه. لازم يبقى صاحب قرار، لازم يتاخد رايه، ولازم تاخد راي اشرف خضر. لازم. اديني نقط كده سريعه، ليه الاسماعيلي وصل للحال ده؟ وصلنا لان بقى في عندنا حقد على النادي، وفينا اللي بيقعد على الكرسي اللي بره عاوزه يمشيه، وعندنا الغيره، وعندنا فيش مصداقيه. لا عندنا حاجات كتير. عندنا المواقع كترت، في ناس بيبقوا المواقع بتتدخل. امال ايه؟ امال ايه؟ اللي يقول لك لا يبقى كذاب. الموقع بتعرف كل حاجه قبل ما تتقال كده. وقال لي اسف عندنا موقع النادي لا حول ولا قوه. ده عندك كان عندك في موقع بره اقوى. كان عندك النادي. كان عندك علاء وحيد متحدث رسمي هايل باسم النادي، راجل بيدخل ويصرح ويهدي ويعمل. المجلس السابق كانوا بيخبوا عليه حاجات، يعني ما كانش بيقول حاجات تانية. يعني بيقول حاجات بس اللي بيديها له، بس اللي عاوزين يقولوه بيديها له. فعندنا لازم بص، لازم هنا تبقى نظيف، هنا تبقى نظيف، وهنا تبقى نظيف. لو سالتك سؤال مش عارف هتجاوب عليه ولا انا لا. اصل ليه ما جاوبش ليه؟ هل مجالس الادارات اللي تولت على اداره النادي الاسماعيلي واللي تحتهم اللي بيجوا معاهم هم السبب؟ امال ايه؟ امال ايه؟ امال ايه؟ هو انت فاكر ان ابراهيم عثمان سيء؟ اللي حواليه هم السيئين. استفادوا، هم خربوا النادي. واللي مع المهندس حمكوم اللي معاه برضه هيخربوا النادي. عشان تبقى فاهم، انما هو راجل محترم. بس اللي حواليه انت فاكر اللي بيمشوا معاه دول مش عايزين استفادوا؟ لا، المهندس ابراهيم عثمان راجل كويس ونضيف، مش حرامي، نضيف. وكلام انا مسؤول عليه اللي بقوله. انما اللي حواليه هم اللي خربوا النادي. نفس حكايه مع المجلس الحكومي، حواليه شله برضه. وبقى ما اسمعش الكلام دلوقتي المجلس الحكومي. كان الاول بياخد ويد ويعرف ويروح. لا، اللي بيقولوا له عليه الناس معينين هم دول هيغرقوا النادي. عارف الاحزاني، جبت معلومه اللي سياده الوزير مع الاستاذ ابراهيم عثمان قدم دعم قوي للنادي الاسماعيلي عشان يقف جنب الاسماعيلي. الاسماعيلي احنا كنا غنايه، اما ابراهيم عثمان بايع اللعيبه 305 مليون جنيه. 305 مليون؟ امال ايه؟ تكلم بجد؟ وحياه ولادي. انا مدين فيها هزار. مين اللعيبه دي؟ فاكر اسماء يا كابتن؟ نص كل لعبتنا بره. ما انت كل لعبت الاسماعيلي بره. الفتره اللي قعد فيها بعت ثلاث ارباع اللعيبه عشان يصرف على النادي. بس ما اقول لك اللي حواليه. امال ليه اتقال لما هو هيجي هيضخ فلوس للنادي عشان رجل اعمال؟ هو بامانه 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 كنا بمضي القبض، وانا رئيس قطاع الناشئين، للمدربين واللعيبه كل الجهاز يوم 2022 كله كان بيقبض 25. نادي في فلوس، مش فلوس كان بيجيب من عنده الفلوس. ياخدها ما ياخدهاش الله اعلم. يعني عشان اقول لك بامانه يعني. انما كان ما فيش عنده مشكله. ما عندوش مشكله، بس اللي حواليه كانوا عارف مغمينه. يعني انا اتكلمت عليه وهو مش عارف ده. هو عنيد، هو كان بيعاند. هو عنيد. فبيعاند على ضد حساب مصلحه النادي. في حاجه اسمها عنيد؟ ما فيش حاجه اسمها هو ما كمان العند بتاعه وصله ان عمر المعلم ما تشتم ولا الحاجه اتشتمت. اتشتموا. حتى انا في مداخله مع عمرو اديب بيقول لي قلت له يمشوا. هم ماسكين في كرسي ليه؟ هم زعلوا مني انا، مش هم لا يعنون، اللي يعنيني الراجل الكبير المعلم والحاجه، من اطيب الناس واجدع الناس، وربنا يرحمهم هم الاثنين. الله يرحمهم هم الاثنين. والدتهم دي تقطع جرحي خف. والمعلم كمان يعني ما يستاهلوش الشتيمه اللي اتشتموا، اللي اولاده اتشتموا بيها عشان مجموعه
الارزقيه اللي كانوا حواليهم المنتفعين. يعني مش عايزين نقول الحراميه عشان ما تبقاش كلمه كبيره، المنتفعين، ولو انهم سرقوا النادي، يعني مش منتفعين وبس، سرقوا النادي. كابتن هستاذن حضرتك نروح نشوف راي النقاد الرياضيين قالوا ايه في ازمه نادي الاسماعيلي، ونطلع فاصل وبعدها نرجع نكمل كلامنا المهم جدا مع الكابتن سيد بازوك. عايز اقول ان احنا مثلا زعلين على الاسماعيلي، ان الاسماعيلي دايما احنا الجيل بتاعنا شويه مثلا جيل التسعينات بيميل جدا للانديه الجماهيريه. النادي الاسماعيلي نادي كبير، نادي جماهيري، ياما افرز الكره المصريه مواهب كبيره جدا. هو في مرحله بس عدم توازن شويه وعدم استقرار، سواء على المستوى الاداري او المستوى الفني، برضه كسر تغيير المدربين وكذلك مجالس، ما في مجلس اداره جديد، فده طبعا بيعمل شويه خلل. اتمنى ان النادي الاسماعيلي يحافظ على براون حتى لو تعثرت النتائج شويه، المدرب عنده ليه بصمات كويسه، شفنا في كاس الرابطه بعض العروض الجيده، لكن في نفس الوقت نادي الاسماعيلي برضه ليه خبرات، اللعب في الدوري بحضور جماهير ممكن يسند موقفه ويدعم موقفه، بس بشرط الحفاظ على الاستقرار الفني وعدم تغيير المدرب مع كل تعثر. والله الاسماعيلي حلو طبعا، ما يعجبش اي مشجع للكره المصريه، اي حد بيحب الكره المصريه مهما كان انتمائه مش هيعجبه اداء الاسماعيلي وحاله الاسماعيلي، نفسنا يبقى احسن من كده. هم خلاص عملوا كمية صفقات كبير جدا، أكتر من 13 أو 11 صفقة، مدير فني جديد. أعتقد أن ظروف الإسماعيلي صعبة، لكن أتمنى ليهم التوفيق في الفترة الجاية، والجماهير تقف جنب الفريق بشكل أكبر. طبعا الإسماعيلي فريق من الفرق الكبيرة في الكرة المصرية، بيمر بمرحلة انعدام وزن في الفترة الأخيرة. أعتقد مع نجاح مجلس الإدارة الجديد برئاسة يحيى القومي وتعيين الأرجنتيني براون، أعتقد أن هو الفريق ابتدى هيستعيد جزء من ذاكرته الكروية زي ما بنقول، ويستعيد جزء من أمجاده. لازم جمهور الإسماعيلي ومسؤولين الاسماعيلي ولاعيبي الاسماعيلي القدامى يلتف حول الفريق، لازم يكون في دعم كبير جدا. الدعم مش يكون دعم مادي بس، لا، دعم اعلامي ودعم جماهيري، ولازم يكون في كلام مع الجمهور اللي بيزيد الضغط على لعيبه الاسماعيلي. لعيبه الاسماعيلي مش مؤهله في الوقت الحالي للحصول على بطولات، فلازم الجمهور يتعامل معاه من المنظور ده. الاسماعيلي احنا شفناه كلنا كان هو اكتر فريق في بطوله الدوري عمل صفقات او عمل صفقات مميزه جدا برئاسه طبعا المهندس يحيى الكومي. شفنا قد ايه الصفقات الكبيره اللي عملها سواء في منطقه الوسط او في منطقه الهجوم واللاعبين الاجانب، ولكن ومعاه كمان مدرب جديد قادر ان هو يغير فكره الجمهور. وشفنا ازاي الاسماعيلي مش هو ده الاسماعيلي اللي احنا بنشوفه يبقى في مؤخره الجدول وبينافس على الهبوط وبيخسر بالنتائج كبيره. مع تواجد مهندس يحيى الكومي والمقدره الماليه اللي قدر ان هو يتعاقد مع العديد من اللاعبين بالاضافه الى مدرب، فقادرين شفناه في اول مباراه بعد بطوله افريقيا قدر ان هو يتعادل مع فيوتشر، قادر ان هو باذن الله يستعيد مكانه الدراويش ومكانته قدام كل جمهور الاسماعيلي، ونقدر على الاقل الاسماعيلي يحسن موقفه في الدوري. مش هقول ان الموضوع هيبقى صعب جدا ان هو ينافس دلوقتي على بطوله الدوري، ولكن على الاقل ان هو يحسن من موقفه في بطوله الدوري حتى لو وسط جدول، اظن ان هي هتبقى حاجه كويسه لكل جماهير نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي للاسف في السنوات الاخيره بيعاني من اللي هو سوء اتخاذ القرار. يمكن الاداره السابقه كان في سوء قرار كبير، سواء في اختيار نوعيه اللعيبه او في توفير حاله الاستقرار او في التعامل مع فريق الكره بشكل عام. يمكن كان في تعاقدات لا ترتخي باسم نادي الاسماعيلي، لعبت دور كبير برضو ان هو في طمس هويه الاسماعيلي، اللي هو بيقدم كوره حلوه، بيطلع لعيبه حلوه، عنده قطاع ناشئين قوي، بيطلع احسن لعيبه في مصر. بس انا شايف ان الاداره الحاليه يعني بدات تتدارك الموقف بحيث ان هي تجيب صفقات كويسه تصنع الفارق مع الاسماء اللي موجوده، وتحسن موقف الفريق اللي هو صعب دلوقتي، ويعني يعتبر حاجه ما تليقش باسم الاسماعيلي. برحب بحضراتكم من جديد، ونواصل حوارنا عن دراويش مصر النادي الاسماعيلي النادي الغالي علينا مع نجم اسماعيليه الكابتن سيد بازوكا. كابتن سيد، الناس بعت رسائل كتير جدا مستاءة زعلانة جدا، جماهير الاسماعيلي معاهم حق. معاهم كل الحق. يعني عاوز بس اوجه رسالة للعيبة، اي حد يتمنى يلبس فانيلة نادي الاسماعيلي، اي حد يتمنى. احنا اكبر جماهير بتحب الاسماعيلي هي مصر الاسماعيلي،
كل جماهير الأهل الزمالك الترسانة اسكندرية كل جماهير مصر اللي بيشجعهم ناديهم المفضل بعده بحب الإسماعيلي. فاحنا جماهيرنا كبيرة. وبعدين يا شاد انت لعبت في الإسماعيلي شفت ناس كان بقابلوك ازاي والناس بيموتوا على نادي الإسماعيلي. دي حقيقة. احنا يكفي جماهير الإسماعيلي هي اللي عملتنا كلنا. كل جماهير الإسماعيلي دي يعني شوف 10 20 بيروح مدرج في الأيام اللي احنا فيها دي. الفصل عرضت لك صورة كده منظر الجماهير شفت عاملة ازاي. وبعدين في التمرين وبعدين في الماتشات الناس بيفضلوا واقفين على رجليهم. وبعدين شفت درجة الحرارة في الـ في الـ في الـ في الـ الأيام اللي احنا فيها كانت في اسكندرية كام؟ ناس درار الإسماعيلي في اسكندرية واسكندرية سيول. عايز تقول ايه للعيبة؟ عاوز اقول للعيبة يعني يختشوا على دمكم ده نادي الإسماعيلي دي فنانة نادي الإسماعيلي. احنا دلوقتي في موقف حرج اللي يقدر يكمل يكمل انسوا كل حاجة. عاوز اقول برضو لمجلس ادارة الاسماعيلي عاوزين تدوا مكافآت في الأوضة بلاش على العلن عشان بس مكافآت على ايه على قبل الاخير يعني بيعرضوا كانوا عاضين النهاردة 10,000 جنيه لو كسبنا بيرمس. احنا نكسب بيرمس الاسماعيلي لو لعبوا للولاد اللي موجودين للفانيلا بس اللي احنا بنقول عليهم عندك باك ليفت متعور هات وعندك محمود عبد الله هات وعندك وجيه عبد الحميد لعبه وعندك وجيه عبد الحكيم وعندك عماد حمدي لعبه وعندك عندك ناس ممكن يغيروا على الفانيلا. طب خليني اخد مكالمه مهمه جدا مع واحد من نجوم نادي الاسماعيلي واسم اسماعيلي واسم كبير في اسماعيليه كابتن اسامه خليل. برحب بحضرتك يا كابتن. اهلا يا كابتن شادي اهلا بيك يا حبيبي. ازي حضرتك؟ سلمي على كابتن سيد الصديق العزيز يعني. الله يكلمك غزال الله يسلمك. كابتن اسامه اتفضل. اكيد حضرتك اكيد نجم من نجوم الاسماعيليه واكيد حابين نسمع من حضرتك ايه رايك في اللي بيقدمه نادي الاسماعيلي السنه دي موقفه صعب جدا جدا. عايزين تقول لنا الاسباب والروشتة اللي هو يخرج منها من الموقف الصعب اللي هو فيه في الجدول الدوري العام. لا بص يا كابتن شادي هو الاسباب اسباب كتيره ومتراكمه من سنين يعني وصولا للحاله السيئه اللي النادي الاسماعيلي النهارده بيعاني منها. طبعا مساله بيع اللعيبه الكويسه ومساله مفيش بديل والاخره وصلنا للنتيجه اللي احنا واصلين ليها النهارده. لكن احنا مش هنتكلم في امبارح. مفيش شك كل الناس زعلانه على النادي الاسماعيلي سواء كان من اسماعيليه او خارج اسماعيليه سواء كان اهلي زمالك اتحاد مصري كل الناس. لان الاسماعيلي فريق يعني نجح في ان هو على الاقل يعمل ارضيه كبيره في المجتمع المصري بطريقه فيها نوع من حب اللعبه. بيلعبوا باسلوب جميل ليه تاريخ كويس عنده نجوم محترمه دايما بيمد المنتخبات القوميه بمجموعه كبيره من اللاعبين كل دي حقيقه اشياء رائعه. لكن النهارده الاسماعيلي في مرحله سيئه. طب ايه هو الحل؟ الحل في تصوري رقم واحد لابد ان انا ابتدي اتعامل مع لاعب الكره في النادي الاسماعيلي الحالي بان انتشله من مرحله الاحباط اللي هو فيها. لان انا ما عنديش بديل ما عنديش لاعب تاني ان انا ممكن اجيبه لان فتره الانتقالات انتهت وما عنديش غير اللعيبه دي. طيب هل اللعيبه دي احبطها اكتر واكتر وتسوء النتائج اكتر واكتر حتى وان كنا على اتفاق ان هناك يعني بعض المشاكل الفنيه بالنسبه لاسلوب اداء اللاعب فريق النادي الاسماعيلي. يبقى هنا رقم واحد ان انا ازاي اتعامل مع مرحله الاحباط اللي فيها لاعبو النادي الاسماعيلي. ليه انا بركز على اللاعب؟ لان اللاعب هو الاساس. اللاعب مين اللي بيلعب في الملعب؟ مين اللي بيعمل النتيجه؟ لا مجلس الاداره ولا الجمهور. اللاعب هو اللي بيلبس الفانيلا وينزل يعرق داخل الملعب. فبالتالي هو اللي ليه تاثير قوي يا اما ينجح يا اما يفشل. فانا ازاي اوصله لمرحله ابتعد بيه عن الاحباط اللي موجود عليه لاعب النادي الاسماعيلي. رقم واحد اتعامل معاه نفسيا وذهنيا باسلوب مختلف تماما عما يحدث الان. طيب ايه المطلوب؟ المطلوب انا في تصوري ولسه طارح انا الطرح ده حقيقه من خلال برنامج اللي انا بعمله اللي هو برنامج اسيست ان لابد من وجود عناصر محترفه تتعامل مع لاعبوا النادي الاسماعيلي في المرحله الجايه باسلوب نفسي وذهني واعاده الثقه ليهم.
وكمان الجهاز الفني، لان الجهاز الفني برضه ما هو اجانب وجم، وبالتالي بيمشي في الشارع في نوع من الاحباط الكبير عند الجماهير. فبالتالي اللاعب وجهازه الفني لازم اشيلهم من اسماعيليه واحط واعمل لهم معسكر طويل خارج الاسماعيليه، وابتدي اتعامل معاهم باسلوب تاني مختلف لانقاذ ما يمكن انقاذه. هتقولي ليه اتشالوا من خارج اسماعيليه؟ لان داخل اسماعيليه الجو العام سيء من ناحيه التعامل مع مواقف النادي الاسماعيلي بمرحله فيها نوع من الاحباط الشديد. الكلام ده بعد 10 مارس على الجميع. الكلام ده بعد 10 مارس. ازاي اشيلهم من المرحله دي وانقلهم في اي في القاهره لمده مثلا معسكر طويل؟ وانا بقول للمهندس يحيى الكومي انت اعلنت اكثر من مره ان النادي الاسماعيلي بصدد التعامل مع باريس سان جيرمان ومع مش عارف ليفربول في المئويه. انا بقول له يا باش مهندس، يا كرئيس مجلس اداره النادي الاسماعيلي، وفر الفلوس في اللي انت بتتكلم عليها بالنسبه للمئويه حاليا، وانقذ النادي الاسماعيلي بجزء من الفلوس دي، واعمل لهم معسكر خارجي مغلق، وبالتالي تعامل مع اللعيبه دي لانقاذ ما يمكن انقاذه. لان انا في تصوري النهارده صعب جدا انك انت تجيب لعيب جديد للنادي الاسماعيلي، فلازم تعتمد على اللي موجود، وعشان اعتمد على اللي موجود يبقى لازم انتشله من مرحله الاحباط اللي هو فيها. كابتن اسامه، كابتن اسامه، احنا في عصر السوشيال ميديا الاسماعيلويه والناس كلها اللعيبه بتتابع كل حاجه، رساله للسوشيال ميديا الاسماعيلويه والجماهير الاسماعيلي تقول لهم ايه؟ لا، هو السوشيال ميديا في اسماعيليه حقيقه يعني بيحاولوا بقدر الامكان انقاذ ما يمكن انقاذه بشحن اللعيبه والوقوف والمسانده، لكن الاسلوب في 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 تصوري انا بعض من هذه المصادر بيسيء استخدام السوشيال ميديا، بمعنى بيعتقد ان هو في مرحله ممكن ياثر فيها على صاحب القرار، فبالتالي اصبحت النظره شخصيه ونظره فيها مصالح يعني شخصيه، وهو ده الخطا في التعامل مع السوشيال ميديا في اسماعيليه حاليا. فبالتالي انا لابد ان انا اشيل اللعيبه من المواقف دي كلها، ويعني ما فيش مانع يتعمل لقاءات مع المواقع ومع الاعلام داخل الاسماعيليه لتوضيح وجهات النظر، لكن ابتعد باللعيبه عن الوضع ده تماما. السوشيال ميديا موجوده سواء كان يعني الناس بتعترف بيها او ما بتعترفش بيها، لكنها اصبحت واقع، ولكن لازم اتعامل معها باسلوب تاني مختلف، ولازم ابتدي اتعامل مع السوشيال ميديا دي، هل هي مصالح معينه داخل الفريق للتاثير على صاحب القرار، ولا هو الموضوع مساله انه يعني بيكتب اللي هو عايزه او بيقول اللي هو عايزه بدون رقابه وبدون رقيب؟ هو ده الكلام. الشارع الاسماعيلاوي بيغلي يا كابتن، هتقول له ايه؟ لا، ما الشارع بيغلي، احنا كلنا بنغلي. وانا لما اقعد لما النهارده ابص على الاستاتستيك او على الاحصائيه، الاسماعيلي في 9 مباريات جايب 3 اهداف وداخل فيه 13 هدف، ده طبعا في وقت ايه؟ الاسماعيلي يعني انا يعني كابتن سيد تتذكر انا وسيد عبد الرازق وعلي ابو جريشه في موسم من المواسم جايبين 66 هدف احنا الثلاثه بس. فبالتالي الناس عندها حق زعلانه، ازاي النهارده الاسماعيلي في 9 مباريات يجيب 3 اهداف بس ويدخل فيه 13 هدف؟ ده نسبه كبيره جدا. فبالتالي طبعا من حق الجمهور في اسماعيليه والجمهور اللي بيحب النادي الاسماعيلي انه يغلي، لكن ايه العمل وايه الحل؟ هل هو الابقاء على المدرب الحالي حتى نهايه الدور الاول، ولا التفكير في مدرب اخر؟ في تصوري انا ان لا، لابد ان احنا نحافظ على الكيان اللي موجود حاليا بدون اي هزه حتى نهايه الدور الاول. لا اسامه، اسامه في يوم 10 كره واقفه 15 يوم. انا معاك اننا نبقى عليه لغايه يوم 10، لو نتائج اتصلحت معاه خير وبركه، ما اتصلحتش عندنا 15 يوم نقدر نتعاقد نجيب مدرب. انما دلوقتي المدرب عشان يجي يشوف اللعيبه ويعرف اللعيبه هياخد له اسبوعين، كل لعبنا 4 ماتشات. الكواليس بيتقال في كلام ان الكابتن عماد النحاس يبقى موجود في نادي الاسماعيليه. لا، شوف انا وجهه نظري مع احترامي الشديد لكل المدربين، الاسماعيلي والاهلي والزمالك ومنتخب مصر يحتاج دائما لمدرب اجنبي.
باختصار. ليه؟ لأن لازم أبعد عن مسألة الأهواء والتأثير الجماهيري بالنسبة لأسلوب طريقة تفكير المدرب المصري واستمالة الجماهير. المدرب الأجنبي لما بيجي ما عندوش غير حاجة واحدة بس، إنه عايز ينجح. لا عارف فلان ولا علان. إسماعيلية مدينة صغيرة ولكنها مدينة معجونة بكرة القدم وبحب كرة القدم، والناس بتفهم كتير قوي في 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 فنيات كرة القدم. ده رائع. فأنا لازم أحافظ على الحب ده من خلال وجود شخصية فنية قوية تقدر تتعامل مع النادي الإسماعيلي وعلى الأقل تنتشله من المرحلة اللي احنا فيها. أنا لو قالوا لي يا شادي إن هيجيبوا دي سابر هتبقى فرحان جدا. هو ده 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 الوحيد اللي يمكن انا اعتمد عليه وادي له مسؤوليه النهوض بالنادي الاسماعيلي في المرحله الحاليه، لكن غير كده انا غير موافق اطلاقا على اي مدرب مصري يمسك النادي الاسماعيلي حاليا. كابتن اسامه خليل نجم النادي الاسماعيلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الراجل قال لنا روشيتا ده حب النادي، ما ده اللي بيحبه النادي. ايوه كلام ما فيهوش اي ما حاجه، يعني كلام واحد. ابن نادي النادي لبس فنان النادي بيحب النادي. كل المحبين النادي هقول لك كده. مع تغيير المدرب ولا لا؟ لا انا مش مع تغييره دلوقتي. انا بص انا عندي لعيبه لو اعتمد عليهم النتيجه تتصلح. بس مين يقول له؟ لازم يتقال الراجل ده انا عندي لعيبه، عندي عمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عادل ومحمود حمدي ده لعيب هايل فوق امال ايه ومحمد هاشم وعندي محمد نار، عندي عصام وعندي شادي وعندي محمد دسوقي وعندي محمد عبد السميع وعندي محمود عبد الله وعندي حازم والناس اللي جايبينهم دول وعبد الحكيم وجي عبد الحكيم وعندي مدحت فقوس. الناس دول جنب اللي انت جايبهم دول خد منهم الكويسين. طب ايه رايك يا كابتن اقول لحضرتك، انا اسف على المقاطعه. اتفضل. طب الناس بعتلنا فيديوهات من اسماعيليه، تيجي نروح نشوفها حضرتك تعلق عليها؟ اتفضل. يلا بينا نروح نشوف الجماهير من اسماعيليه، نبض الشارع الاسماعيلاوي بتعشق الاسماعيلي، بعتلنا فيديوهات والناس دي بتحب الاسماعيلي بدون اي منفعه. تعالوا نشوف راي الجماهير برضو، عشان كده بقى جبنا نقاد رياضيين ونجومنا ونسمع كمان نبض الجماهير. اتفضل. مساء الخير عليك يا كابتن شادي. بالنسبة لسؤال حضرتك، فأنا مع رحيل خوان براون وتعيين مدير فني مصر في الوقت الحالي ده. للأسف الشديد الفرقة فقد الثقة، فقد الشغف، الفنيات حتى ما بقتش موجودة. خوان براون ما ضافش للإسماعيلي أي حاجة خالص منذ قدومه، يعني أنا عكس كل الناس، أنا شايف إن الإسماعيلي فيه مجموعة لعيبة كويسة جدا تقدر مع مدرب مصري كويس عنده روح وعنده شخصية يقدروا يفرقوا كتير جدا. تمركزات اللعيبة والأماكن اللي اللعيبة بتلعب فيها أنا مش فاهم، يعني هو الراجل يا إما مش فاهم اللعيبة بتلعب فين يا إما الراجل عنده معتقدات في دماغه ما بيسمعش لحد. ففي الحالتين للأسف الشديد أنا شايف رحيله هو الحل، وتعيين مدير فني مصري هيفرق جدا مع النادي الإسماعيلي. إحنا جدعان تعبنا، إحنا بجد تعبنا والله. ده مش شكل أداء ولا شكل فرقة إسماعيلي، ده مش شكل فرقة إسماعيلي خالص. ده مدرب مش كويس معانا، تكتيكيا ضعيف، ما فيش فكر، ما بيستعينش بالجهاز المعاون خالص، مقلل من دور كابتن حمص، مقلل من كابتن أشرف خضر، ما بيسمعش لحد. مش ده الاسماعيلي، احنا كده احنا رايحين في مشكله كبيره. احنا هننزل. مدرب اخذ اكبر فتره اعداد، اخذ 45 يوم و19 يوم، لا شفنا جمله في الملعب ولا شفنا تكتيك، كلها ماشيه من عند ربنا. ولكن كده مش هينفع، كده مش هينفع. احنا رايحين في داهيه. بعد اذن باشمهندس يحيى قومي المحترم، عملت صفقات محترمه، بعد اذنك هات لنا مدير فني محترم، عشان احنا رايحين في داهيه. الاسماعيلي رايح في داهيه. بعد اذنك يا باشمهندس هات لنا مدير فني محترم، احنا بنموت على الاسماعيلي. نفوسنا مش صافيه ليه؟ عشان احنا كجمهور، احنا الاسماعيلي ده بالنسبه لنا حياتنا. فاحنا لما بنيجي على اللعيبه بنيجي ان احنا، انت لما بتيجي على حياتك ده حياتنا، بنيجي عليكم عارفين ان احنا بنيجي عليكم، بس من لعبكم فين النهارده؟ الاسماعيلي، الاسماعيلي مش موجود قدام بيراميدز، فين فرحتي اللي احنا بندافع من امتى؟ هات لي مره الاسماعيلي كان بيدافع فيها.
من امتى الاسماعيلي كان بيدافع؟ طول عمر الاسماعيلي معروف بكرته الهجوميه، من امتى؟ فين الكلام ده؟ فين؟ الاسماعيلي بقاله كتير غايب، ناويين الاسماعيلي يرجع امتى؟ بدل الاسماعيلي اللي بيبقى في المركز الاخير، ايه هنجيب ايهاب جلال تاني عشان خاطر ايهاب جلال اللي طلعنا؟ طب فين بقى؟ نفسنا الاسماعيلي يرجع، حسوا نفس اللعيبه تحس. انتوا ما لعبتوش غير ماتش الجونه اللي كان كسبنا فيه 5 ولا 4، ده الوحيد الماتش الوحيد اللي انت كسبته فيه، بعد كده مش عارفين تكسبوا؟ يا جماعه ارحمونا، يا جماعه ارحمونا. مستر خوان براون اخذ فرصه 2 3 دعم جماهيري غير مسبوق، فتره توقف كبيره بتاعت المنتخب في امم افريقيا، لعب دوره وديه 4 ماتشات قويه جدا. احنا ما كناش مقتنعين بيه من الاول، وشايفين ان هو سي في اقل من ان هو يبقى متواجد في النادي الاسماعيلي، خصوصا في ظل الظرف ده. المحصله 30 نقطه، الاسماعيلي اخذ منهم 3 نقط، ده هو نتاج المرحله اللي فاتت كلها. لازم حل، الاسماعيلي بينهار، لازم حل عاجل وسريع يلقز الاسماعيلي في المرحله اللي جايه، عشان اللي جاي بعد كده هيبقى صعب جدا جدا جدا، وهيبقى بعدها مفيش حلول تقدر تلحقك. جمهور عاشق للكوره، جمهور محب للكوره، بيتنفس كوره، مدينه اسماعيليه درويش الكوره، السمسميه، بيحبوا فرقتهم. فالناس صوره بسيطه جدا من جماهير بتعشق هذا النادي، شايفك وانت بتتفرج. الناس انا زعلان على الناس، انا طبعا زعلان على النادي، انما زعلان على الناس، الناس محروقين. يعني هم بيزعلوا من الناس لما يشتموا اللعيبه. وبعدين انت طب ادي يا اخي ديفنيت نادي الاسماعيلي يا اخي، وبعدين مرتبات كويسه وعقود كويسه، يعني عاوز ايه؟ وعندك جماهير بتحرك الحجر، ما انت لعبت مش لعبت معاه مشادي. عارف يا كابتن اقول لحضرتك على حاجه، في الناس وهي بتتكلم قالوا نفس كلامك، قال لك ما فيش حد بياخد برأي الجهاز ابدا، قال لك عندنا لعيبه كويسه جدا. انا ماليش يا شادي، انا ماليش مصلحه، انا مصلحه نادي الاسماعيلي ولا يعنيني اي مخلوق اتكلم عليه. انا يعنيني نادي الاسماعيلي، انا بقول لك الناس بيتحرقوا، مش الناس بس، واحنا بنتحرق واهلينا بيتحرقوا واصحابنا كتير بيتحرقوا ومحبين النادي بيتحرقوا. انت دي الكل بيحب نادي الاسماعيلي. امال ايه؟ ما انا بقول لك من اللي بيتقال. لا سيبك، احنا انا مش مع اسامه ان كل المواقع عاوزه نادي الاسماعيلي، لا، في مواقع عاوزه تهد النادي الاسماعيلي، سواء في شخصيه مجلس اداره، في شخصيه ناس تانيين، في ناس كانوا قاعدين ومش يعني، في ناس ليهم مصلحه يعني، ما بس دي الحاجه الوحيده اللي انا ضد. انما مع اسامه في كل الكلام اللي يقوله، انما احنا الناس غلابه. انت لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله، لو الاسماعيلي نزل هيبقى في اسماعيليه؟ ده انت هتقول السويس بورسعيد سينا، مش هتجيب الاسماعيليه على الخريطه، لانه هتلاقيها بتنمي العصر، يعني العصر ده كل الناس نايمه. الناس دلوقتي بتكسب، ما انت لعبت وشفت، لا اسماعيليه كلها صفرة بينزلوا في الشوارع، امال ايه؟ وبيتكلموا في الكوره وعيد، يعني لما بتاخد بطوله سلطان حسين، لما بتاخد بطوله بيجيبوك من على الطريق، يعني بيحتفلوا بيك عشان توصل، بيقصدك توصل 12 كيلو 15 كيلو، بتاخدهم في 6 ساعات و7 ساعات. السلطان شارع السلطان حسين وعلى البحر وعلى وكل بيقعدوا على والاسماعيليه الجديده في الشغل يفتخروا، وعلى القهاوي يفتخروا، وتلاقي في البيت الناس ما بيفتخروا، قاعدين كله بيحب الاسماعيلي، وكل لما قابلك كابتن الله ينور عليك وبوس، مش عايز اي خدمه كابتن، مش الناس كده، ناس غلابه. واحنا ما عندناش غير نادي الاسماعيلي. كابتن عايز افكرك بالماضي، اتفضل، عشان الناس تعرف تاريخ الاسماعيلي. ماتش الانجلبير الفيديو جاهز يا جماعه؟ نحاول جهازه، قولوا لي كده، عايز افرجك التاريخ، نتكلم من الاسماعيلي وبطوله افريقيا رغم الظروف دي يا كابتن شادي، كنا في حرب. يعني البطوله دي 9 يناير 70 في القاهره. كنا في حرب، رحنا لعبنا وجود حربي، جبنا فلوس للدوله، عمره صعبه، عشان كده احنا بنتفاهى ونقول لك احنا نادي الوطنيه، لان احنا اول نادي في مصر. اهو الهدف اهو، اتفضل عايز اوري لك كابتن سيد تاريخ الهدف الاولاني. شوف بقى، انا عاوز دي اقف هنا والنبي يعني يقف، بس ارجع من الاول. أيوة، معانا واحده يقف لما علي ابو ريشه تعدي من الكوره دي، اقف
عاوز اوريهم الروح ده انا اللي لعب الكوره دي. بص بص لما تتلعب وهو بيجري مشي اللعبه ماشي 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 اقف بقى اقف. بص كم واحد اربعه خلاص. وحارس وواحد جاي من ورا. شفت الاصرار بتاع على ابو جريشه؟ اصرار روح 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 حب الفانيلا وحب ناديه بالظبط. شوف بيكمل كمل بقى كمل كمل. بص عدي 3 4 بص وجول لو ما كملش كان الجون هيمسكه خلاص هيمسكه بره. دي روح بقى بتاعت الفانيلا دي روح بتاعت. وعايز اقول لحضرتك انجلبير كان وقتها رهيب. هو لا ده في المش ده ال 18 اللي الاحتياطي اللي كانوا في السكور ايام كانوا 16 كلهم دوليين. انا عايز اقول لك على حاجه الانجلبير ده اللي هو مازيمبي مازيمبي اللي هو كونو كانشاسا كونو برازيل. طيب الهدف الثاني ده التعادل ده بعد كده في هدفين. عاوزك تشوف ضربه الجزاء يا ريت الصوت تسمع لطيف بيقول ايه. الصوت موجود يا جماعه للاسف مش معانا. طيب خد بالك دي ضرب انا احكيها لك بس. ايوه دي هتتلعب هتروح ضربه ركنيه عند الكورنر. بص ده شو هيطرف واحد وتقلش. بص خد بالك ايوه هتضرب واحد وتقلش. بص انت معلق جامد عليها هي ضربه جزاء اهي. بص برضو الكفاح يلا احنا اتكلمنا عليه يعني. ده الكفاح شوف داخل فين وتعور. خدنا ضربة جزاء. بص بقى 120,000 شوف انت دلوقتي تيجي بضربة جزاء بشوفها 5-6 بيبقى يترعش وخايف. شوف بقى 120,000 وانت بتلعب ضربة جزاء اللي هي بتجيب لك الكاس بتجيب لك بطولة او اول بطولة في تاريخ مصر تدخل بتلعب ضربة الجزاء. زمان كان الناس بتتمشى عادي في الملعب كابتن خطيب و بص الدكتور في بص الدكتور في الدكتور معاه كابتن خطيب وحسن درويش وفاروق جعفر كان ورا الجول. كان ورا الجول كان ورا الجول. هتشوف هو اللي هيشوط الكوره دلوقتي. بتهزر والله هو اللي حكاها كمان. الكابتن الخطيب وكابتن فاروق جعفر كلهم قاعدين ورا الجول كان في المدرسه الرياضيه. بص ضربة الجزاء بيرجع الناس خدت بالك. مين بقى؟ ايه ده؟ ايه الثبات الانفعالي؟ ده طبعا عاوزك تشوف كمان الفاول. بس انا مهند لاشين يتعلم منك والله العظيم. والله انت عارف مهند لاشين من اشباء النادي الاسماعيلي؟ يا عم مشوا الناشئين كلهم عندنا خراب. مشوه مشوه راح الاسيوطي بس صح كده؟ ببلاش ببلاش؟ وانا القطاع اللي انا كنت عامله كويس مشوهم كلهم. ده انا جايب 3 لعيبه من احسن لعيبه في الدنيا. مشوه امتى يا كابتن؟ مشوه من 6 سنين ولا. يبقى الكابتن اسامه اتكلم صح قال لك ده حصاد. ما انا بقول لك من 6 سنين عشان ما نظلمش حد. ما نظلمش المجلس ده ولا السابق ولا اللي قبله ولا اللي قبله. ده تراكمات كل اللي بيجي بيخرب في النادي كل اللي يجي بيسيب للنادي خرابه. الله يكون هات الفاول انا نجيبه تاني معلش. الفاول امال ايه ده؟ فاول ده يتدرس في الكوره المصريه. بس ضربة الجزاء عجبتك؟ لا والفاول هيعجبك قوي. هيعجبك الفاول هتشوف. يا ريت بس يجيبوها الفاول. انا مستعجل. العب 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 لان الحيطه واقفه غلط. اتنين ماسكين الجول اهي. بص بص هاتها من الاول نبى الله يكرمك. يا ريت من الاول. بص خد بالك لجسمي انا بقول لي على ابو جريشه ايه. لا من الاول ارجع من الاول ارجع من الاول خالص من اول اللعبه من اولها خالص. بص بص انا بعمل ايه خد بالك. بص بص خد بالك اللي حصل خليه يحكي. بقول له العب 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 الحيطه بص واقفين غلط حته مفتوحه يعني مديني الحته العبها منها شايف. العب بص بعمل انا العب. بص بص ايوه بص رايحه فين وسط الحيطه والاثنين اللي ماسكينها في نص الاثنين اللي واقفين في الجول. ده جون عالمي بقى. جول كويس. حتى ما جاتش ضربه حره غير مباشره من يوم الكوره ما اتلعبت في مصر. الاسماعيلي طول عمرها من زمان من 40 سنه ولا 50 سنه ما جاتش فاول زي دي. ما انت لعيب ومدرب ومذيع ومحلل هات لي فاول جه في الاريال زي ده. شفت فاول زي ده في الاريال ضربه غير مباشره؟ لا طيب يعني كان اخرها هي اللعبه دي. لا عايز اقول لك والله العظيم انت شوف 120,000 اسماعيلي بس مش كلهم اسماعيلي يعني جاي من الاهلي الزمالك ترسانه المحله المنصور كل انديه مصر انما اليوم ده اسماعيلي مصر الاسماعيلي مصر يعني دي الدفعه بتاعت الجماهير ده مصر. كابتن رساله للاستاذ يحيى كومي تقول له بقول يا باشمهندس انت اشتغلت قبل كده في النادي وانا كنت مدير كوره وكانت على ايامك كسبنا 17 ماتش متواصله مع بعض كان نوفو فانت الايام الحلوه دي لازم ترجعها. انت وشك حلو على النادي سيبك من المواقع سيبك من اللي بتكتب سيبك من اللي حواليك
اللي حواليك غرقوا ناس، مش دول اللي حواليك، دول قبلهم غرقوا ابراهيم عثمان، وقبلهم غربوا محمد ابو السعود، واللي قبلهم بيجوا بيلعبوا في ودن رئيس النادي. فخليك انت ابراهيم، انت يا حكوم اللي احنا نعرفه، خد بالك وامشي على بركه الله، وما تسمحش لاي حد، واعمل الصح للنادي. تقول ايه للاعيبه النادي الاسماعيلي؟ بقول نادي الاسماعيلي زي ما قلت لك، يعني اللعيبه انتوا بتلعبوا في نادي الاسماعيلي، الجماهير اللي بتشتمك وانت زعلان منها عشان بتشتمك، اكسب وشوف الجماهير تعمل لك ايه، هيشيلوك على الاعناق. الجماهير بتنفس من 90 دقيقه او 95 او 98 دقيقه بالوقت الضايع اللي بتفرج عليك، وانت لا حول ولا قوه وما فيش حاجه، لا جمله ولا شوطه ولا مكسب ولا اي حاجه. الناس مخنوقه، بيسافروا معاك اخر الدنيا في الشتاء، ويسيبوا بيوتهم ومصاريف وبلاء، وما تعرفش عنده ايه اللي بيسافر وراك، ما تعرفش كان مبسوط ولا فقير ولا بيستلف عشان يروح ورا الاسماعيلي. فانت خلي عندك شويه من الاحمر، وادي النادي، ادي الفانيلا دي. وبقول للجهاز الفني، وبقول لحمص بالذات واشرف خد، اشتركوا مع الراجل. عندك بكررها تاني تلات مره، عندك عمر الوحش، عندك احمد حمدي، وعندك محمد عادل، وعندك محمود عبد العاطي، وعندك محمد مخلوف، وعندك عبد الرحمن مجد، وعندك عبد السميع، وعندك محمود عبد الله، وعندك واجع عبد الحميد، حكايه وعندك محمود، يعني عندك، وعندك مدبولي واحمد مصطفى، وعندك الحلواني وهاشم، عندك فرقه. سيبك وخد ثلاثة أربعة كويسين لو انت مقتنع بيهم كويسين، مشوار اللي جبتوها، ونزل الناس دي. جماهير نادي الاسماعيلي تقول لها، بقول لجماهير اسمي اصبروا ان شاء الله هنعدي من المحنه دي، كلنا معاكم وكلنا زيكم زعلانين، واحنا مش هنسيب النادي انه هيحصل له اي حاجه. بطمنكم احنا بس مش هننزل ان شاء الله باذن الله، بس احنا مش هنبقى يعني على الامل اللي انتوا عاوزينه، او انكم عاوزين نبقى في مربع، ولا عاوزين نبقى في نص الجدول، لا احنا هنبقى بس هنفضل ان شاء الله. انا يعني معايا نجم كبير من نادي الاسماعيلي، اكبر منك، وكلنا بنحبك، انت راجل كابتن نادي الاهلي خد لي 29 بطوله شرفتني ونورتني، وربنا يا رب يخرج الاسماعيلي من المحنه اللي هو فيها. انا وانا سعدت باللقاء معاك، ربنا يخليك. انا بشكرك، بشكر قصه البرنامج كلهم جميعا، وكنت سعيد ان انا معاك، احنا اللي تشرفنا، ربنا يخليك يا رب. طيب انا صوره اخيره، هات لي صوره الجدول. احيانا كره القدم بيبقى فيها دوافع، واحنا هنلعب دور الدكتور النفساني دلوقتي بسرعه، وانا عايز الكابتن حمص وكل اللي موجودين من الجهاز، الصوره دي تفضل في اوضه اللبس اللاعبي نادي الاسماعيلي. الصوره دي مش مكانه نادي الاسماعيلي في الجدول، ده عيب. الشريط الاحمر ده اللي موجود زي ما حضراتكم شايفين ده، تتحط في اوضه لبس الاسماعيلي، ورساله من الجهاز الفني اللي بيكلمهم ومصري زيهم زي اللعيبه، ثلاث نقط بثلاث تعادلات، عيب. مش دي المكانة. ارجع لي يا استاذ احمد، دي رسالتي للجهاز الفني، حط الصورة دي في اوضه اللبس، واللعيبة دي بكل هدوء، دورك تخرج النادي من المكانة دي. انت جاي نادي الاسماعيلي، تيشيرت كبير، نادي كيان كبير، تاريخ كبير، في نجوم عظماء، العيب كل العيب هيكتب في تاريخك، اللي انت نزلت نادي الاسماعيلي حتى لو لعبت يوم، فعيب اللي انت يكتب في تاريخك كده. لان لو اتكتب في تاريخك كده، لو انت بتاخد 10 مليون والله ما تبقى تساوي 500 الف. ليه؟ عشان ده الاسماعيلي. رقم اتنين في الامور اللي زي دي بخبره سنين طويله، ما قدامكش غير طريق واحد، تكاتف مجلس الاداره مع الجماهير مع القدامى مع النفوس، تبقى صافيه. طول ما النفوس بتبقى صافيه للجميع، ربنا هيوديك للطريق، هتلاقي بتحقق النتائج اللي انت عاوزها. والناس اللي بتخرب تبعد، حرام عليكم نادي الاسماعيلي، حرام عليكم نادي الاسماعيلي. اتمنى حلقه النهارده تنال اعجاب حضراتكم، وطول الوقت هنساعد كل الانديه الشعبيه، عشان دي انديه غاليه علينا كلنا، نادي الاسماعيلي والاهلي والزمالك والاتحاد والمصري، كل الانديه الجماهيريه والمحله، مش عايز انسى حد، كل الانديه الجماهيريه لازم نقف جنبها. موقف الاسماعيلي صعب، يا رب يخرج من المحنه دي بالحاجات اللي انا قلتها لحضراتكم. اتكلمنا في سلبيات، واتكلمنا في ايجابيات، واتكلمنا في الروشته اللي بنقدمها لمجلس الاداره والجماهير واللعيبه، تكاتفوا على قلب رجل واحد عشان تخرج من المحنه دي. والجمهور عليك دور مهم، لعيبك لما بينزل مرعوب هيبقى قدامه زميله مش هيبقى شايفه، فلازم ينزل مرتاح هادي،
حاسس في ظهره لما تغلط تسقف له، لما توصل لكده صدقوني هتقدر تحقق حاجات كتير كويسه، لان انا مصمم الاسماعيلي عنده خامات كويسه لازم تلعب وتاخد فرص عشان هي دي اللي هتخرج نادي الاسماعيلي من اللي هو فيه. النهارده كانت حلقه نهايه الاسبوع، بشكركم شكرا جزيلا، بشكر كل فريق العمل اخراج كمان رئاسه التحرير وكمان المصورين، بشكركم شكرا جزيلا، ومفيش افضل من احنا نسمع الاسماعيلي حاجه بسيطه كده. تصبحوا على الف خير، واستنونا السبت القادم في حلقه جديده من اوضه اللبس.